استاذ السلام عليكم. صافا لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ صافا الحمد لله. الوغ انت هو الرئيس ديال الكونفدراليه المغربيه ديال المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطه. اول حاجه بغينا نبدا بها قبل ما نهضروا على المقاولات هو هذا لو موفمون كيفاش بدا ديال الكونفدراليه المغربيه. هو في البدايه هذا الموفمون بدا في الاواخر الثمانينات بدايه التسعينات، يعني كنا كرينا احنا اللي بدينا نكريو لي بروجي ديالنا. كنا في الخارج دخلنا بدينا نكريو لي بروجي ديالنا، وكانوا في ذيك الوقت سون دي ستارت اب في ذيك الوقت هذاك. وملي بغينا نكريو لي بروجي ديالنا افيك لو فينانسمون ديالنا والسافوار فير والاكسبيريونس اللي جبنا، لقينا مشاكل بزاف اداريه. اوكي الور سيتي تري ديفيسيل يعني باش تكري اون انتربريز ابري 2 ans ديال فايفيان افيك لادمينستراسيون. سيتي با فاسيل، ما كانش المساعدات، ودقينا في الابواب ما كانش لاكومبانيمون، يعني يعني الدعم ديال الهيئات في ديك الوقت. دونك وهكذاك كاين اللي تغلب على الصعوبات وخلق المقاوله ديالو، كاين اللي كما كنقولوا حنا جمع لا فاليز ديالو ورجع بحال شاف. دونك حنا من بين اللي يعني تغلبنا على ديك الصعوبات من بعد واحد يعني سنتين ديال 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 يعني ديال الفايفيا مع الادمنستراسيون. موراها ملي خلقنا المقاوله ديالنا بقينا كنتلاقاو دي جو، وكانوا قلال في ديك الوقت. سيتي با دوني ا تول موند دو كري اون انتربريز ديك الوقت. علاش؟ لانه كان لي بروسيدور كانوا تري تري دور، شي بحال دابا تري فاسيلمون لي جون. حنا كنشوفوا هذا الموفمون ديال لونتربرونيا في المغرب تبارك الله غادي في واحد يعني في التصاعد بزاف، غير بدايه ديال السنه الى اواخر ماي 43,000 مقاوله وشركه اللي تخلقت. شركه اما المقاولات يعني لي بيرسون فيزيك راه اكثر، اذا العدد راه يقدر يكون 80، لانه لومبيك يلاه كتحصي الشركات ما كتحصيش لي بيرسون فيزيك. ما عندهاش هاد لي بيرسون فيزيك ما كيدوزوش على لا بروسيدور ديال لومبيك. دونك كيفاه يقدر يكونوا اكثر من 50 ولا 60 الف اللي تكرياو غير في هاد المده هادي ديال خمس شهور الاولى ديال هاد السنه. في ديك الوقت كان سيتي تري تري ديفيسيل. علاش؟ باش تكري اون سوسيتي خصك تمشي ديبلوكي يعني 100,000 درهم 100,000 درهم تبلوكيها في البنكة كراس مال الشركه، وعاد تجي دير لا بروسيدور. وحنا كما قلنا يعني لا بروسيدور كانت صعيبه. الو قليل كنا حنا دي جون اللي كريو لي بروجي ديالهم في ديك الوقت هذاك، وبدينا كنناقشوا كنتلاقاو وكنقولوا ما كاينش واحد الجهه اللي كترافقنا، ما كاينش واحد الجهه اللي كتساعدنا، الور خصنا نكريو واحد الجمعيه ولا نادي ديال المقاولين الشباب في ديك الوقت هذاك. وكان ديك الوقت هذاك كان المرحوم الحسن الثاني كان دعم المبادره ديال القرض ديال المقاولين الشباب، وكان واقف عليها وعطات الاكل ديالها في واحد الوقت. يعني كانت في واحد الوقت يعني هي المويان دو فينونسمون ديال لي زونتربريز بحال دابا لا بغينا نقولوا انطلاقه. اوكي في ديك الوقت كانت هي فرصه انه هذوك المقاولين الشباب كياخذوا الفينونسمون، الا انه احنا ما خديناش الفينونسمون بديك القرض، ولكن مع هذوك الشباب اللي خداو الفينونسمون ديال المقاولين الشباب بدينا كنتلاقاوهم ونطرحوا لهم الفكره على انه نديروا الجمعيه ديالنا وندافعوا على المصالح ديالنا. دونك بقينا مده سنتين من 91 حتى 92 وحنا كنناقشوا، لانه كانت فكره جديده في المغرب، وما كانتش ما كانوش جمعيات ديال المقاولين الشباب ولا ديال okay. ديال المقاولات الصغيره جدا ولا الصغرى في ديك الوقت، كانت يلاه الباترونا وما عندهمش المقاولات الصغرى والمتوسطه. ما كانش لا بي ام الى حدود 1995 والخطاب
ديال المرحوم الحسن الثاني كان وجهوا الباترونا وقال لهم يلفو سوفغير سور لا بي ام بي ام خصكم تنفتحوا المقاولات الصغرى والمتوسطه. في ديك الوقت كان المرحوم سي الحجوجي كان هو الرئيس ديال الباترونا وجا عندنا الفيدراليه في ديك الوقت كانت تاسست في 95 وطلب منا باش نخرطوا في هذا موضوع يعني علاقتنا مع الباترونا يمكننا نطرقوا ليه. ولكن في البدايه كانت هذه الفكره ديال اننا نخلقوا جمعيه ولا نادي للمقاولين الشباب وخدات لنا وقت في الشمال وبصفه يعني خاصه في اقليم العريش يعني بديناها مع واحد الفئه قليله ديال المقاولين الشباب كاين اللي مازال كيزاول لحد الان وكاين اللي توفى الله يرحمه. دونك وبدينا هاد يعني مع الاداره يعني مع العماله خدتنا وقت طويل يعني باش نقنعوهم بانه احنا مقاولين شباب ما عندناش اغراض سياسيه ما عندناش اغراض اخرى ولكن كيسولونا شنو بغيتو شنو المشكل ديالكم. كنقول لهم حنا بغينا نتجمعوا ونبقاو نناقشوا المشاكل ديالنا ونديروا دي فورماسيون دي سيمينار ولما لا نتلاقاو مقاولين شباب في دول اخرى في اسبانيا فرنسا الى اخره. كانوا في ديك الوقت كانوا جمعيه مقاولين شباب متواجدين في اسبانيا كيقولوا لهم اخي باريكزوم مالاغا اخي غرناطا وحنا ديك الوقت هذا كنا خدمنا معهم وكانت علاقات ديال الشراكه معهم مع اخي مالاغا اخي يعني جمعيه المقاولين الشباب مالاغا غرناطا سيفيا كاديس وهادو كاملين يعني اشتغلنا معهم من بعد وكذلك مع لا سي جي بي ام ديال فرنسا. اوكي فرنسا عندهم واحد الاورغانيزم اللي هو مهم جدا هو هاد لا سي جي بي ام. سي جي بي ام كاينه الباترونال ميديف بحال لا سي جي ام ديالنا ولكن كاينه لا سي جي بي ام بحال لا كونفدراسيون ديالنا دابا حاليا ديال لا تي بي ولا بي ام. هاد لا سي جي بي ام هي اللي مكلفه بلا بيتيت اي لا تري بيتيت لا بيتيت اي مويان انتربريز وفي طبيعة الحال هي عضوة في الباترونا في الميديف ولكن راه كاين واحد التوافق معهم كبير وانه الباترونا مخلية هاد الشق ديال المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة المتوسطة لهاد السي جي بي ام يعني مقسمين الادوار وكيتكاملوا مع بعضياتهم. هذاك كاين حتى في اسبانيا ولكن ما لقيناش في المغرب. طالبنا اننا يكون هاد النوع ديال التوافق ويكون هاد النوع ديال التكامل ونخدموا انصومبل لانه حنا بالنسبه لنا لا يعقل ان الباترونا تكون بهاد كنحسوا بها ضعيفه في المغرب. علاش خصها تتقوى؟ باش يمكن لها تتقوى باللا تي بي او ولا بي ام لان 7 مليون ديال لا تي بي او وكاينه 30000 ديال لا بي ام وكاينه غير 300 ديال لا غرون انتربريز المقاولات الكبرى كاينه غير 300 يمكن نقولوا 400 وكاين النص ديالها مقاولات عموميه. دونك هنا كاينه لو جيزمون يعني القطاع اللي هو كبير بزاف اللي يمكن الحكومات تشتغل عليه هو القطاع هو هذا الصنف ديال المقاولات الصغيره جدا اللي كان منذ الاستقلال الى حد الان يعني مهمول الى حد الان. دابا كاينه الخطابات كاين اي برنامج اي حاجه تسمع فيها هو المقاولات الصغيره جدا والمتوسطه هو المقاولات الصغيره جدا يعني دائما كتلقى هذيك الجمله والعباره كلاسيكيه كنلقاوها ولكن في الواقع فرق كبير ما بين الخطاب والواقع. جينا نشوفوا غير الارقام كنلقاو بانه 2021 20000 مقاوله صغيرة جدا اللي بسلات اللي شدات 20000 اوكي وفي الـ 22 25000 و 250000 مقاولة صغيرة جدا اغلبيتها مهددة بالافلاس. اوكي في حين انه في 2019 كانوا 19000. الاحصاءات الرسمية اللي كتبغي تخرج هادو كيحصيو غير الشركات لي صغار يعني كيحصيو غير الشركات اما ما كيحصيوش لي بيرسون فيزيك يعني المقاولات الصغيره جدا اللي عندها لا باتونت والريجي دو كوميرس هذه حتى هي
يعني مهيكلة وتا هي كتخلص الضرائب ديالها حتى هي عندها الروجيت كوميرس ديالها ولكن ما كيتمش الاحصاء ديالها. علاش؟ لان ما عندهمش اليات الاحصاء. اوكي دونك هنا هذا لو موفمون بديناه في ديك التسعينات ومن موراه تكريال في البدايه النادي المقاولين الشباب ديال الاقليم العريش، من موراه يعني في 1993 يعني التحقوا بنا الاخوان في طنجه وكنا كرينا الكلوب ديال طنجه في 93، موراها تطوان والحسيمه ودارت فيدراليه في الشمال ديال المقاولين الشباب. في 1995 يعني كانوا مجموعه جمعيات كانوا داروا على الصعيد الوطني تربيضة والرباط وفاس ومكناس وتازة وبنقرير ومراكش الى اخره، وكنا تجمعنا في الشمال وقررنا اننا نديروا فيدراليه ديال الجمعيات المقاولين الشباب، واللي وصلت ل 42 جمعيه في ديك الوقت في 95، وكان عندها واحد يعني كان عندها واحد البوا يعني مهم جدا في ديك الوقت هذاك، ويعني الى حدود 2000. في 2000 يعني تبدل التسميه ديالها، تبدل القانون الاساسي ديالها، ما بقيناش كنركزوا على الجمعيات ولينا كنركزوا على المقاوله الناشئه. التسميه ولات الكونفدراليه المغربيه للمقاولات الناشئه، وغيرنا حتى المقر من الدار البيضاء الى الرباط. الى حدود 2006 الموفمون عرف واحد النوع ديال الركود، خصوصا انه جات الازمه ديال 2008 2009 ازمه العالميه، ومجموعه ديال المقاولين الشباب ضروا ديك الوقت يعني، وما كانتش برامج يعني مهيكله اللي كتقدر تعاونهم كما حاليا يعني مورا كوفيد. يعني ما كانش كوفيد ولا مورا كوفيد راه ما كانش برامج اللي فائده هذه المقاولات اللي هما سميتو. دونك في 2010 11 ولينا عاوتاني حين الموفمون، هو التاسيس ديال الكونفدراليه المغربيه للمقاولات الصغيره جدا والصغرى المتوسطة. اوكي اللي جاني سبيسيال في هذا الشيء كامل هو انه هو الشيء بدا في العريش، يعني ماشي بدا من في المدن اللي بحال مثلا كازا. العريش كنهضروا على شي مدينه اللي صغيره، اقليم اللي صغير، ومع ذلك يعني قدر انه يكبر الموفمون ما شاء الله حتى يولي دابا في المغرب كامل. هو ماشي الموفمون بدا في العريش، يعني كنقولوا حنا النادي الاول تخلق في العريش، ولكن الفكره راه يمكن كانت عند الاخوان الدار البيضاء الرباط، وهذا يعني يمكن ابخي عاد حيت ما كانش لي ريزو سوسيو، ما كانش الانترنيت، ما كانش بورطام، ما كناش كنعرفوا يعني بعضياتنا. يعني تتكريا الكلوب ديال الاقليم العريش عاد من موراه التكريا ديال طنجه، يمكن في ديك نفس السنه التكريا ديال الدار البيضاء، يمكن ديال الرباط، فاس، يعني ما كناش عارفين. ولكن في البدايه لقينا مشكل حنا غير في القانون الاساسي. القانون الاساسي ما لقيناش، يعني اتصلنا بالمجلس بسي الحبيب مالكي كان امين عام ديال المجلس الوطني للشباب والمستقبل، طلبنا منه حيت لاسينجيه دارت واحد الدور كبير يعني بالتوعيه ديال الشباب في هادشي ديال خلق المقاوله، وانا كنت عضو معاهم في يعني قبل ما نسافر للخارج. كنبغي نكون سبونسور ديال اليوم طابطاب ساند. ساكن في اوروبا وبغيتي تصيفط الفلوس لعائلتك بلا ما تخلص والو وبلا ما يخلصوا والو ويوصلهم الفلوس في البلاصه، طابطاب ساند هي واحد لابليكاسيون اللي كتخليك انك تصيفط الفلوس اذا كنتي في هاد البلدان، وتقدر تصيفطهم لاكثر من 30 وجهه بما فيهم المغرب. اذا مثلا صيفطتي لعائلتك 100 اورو دونك غادي توصلهم 100 اورو، يعني ما غيتزاد عليهم حتى شي حاجه وانت ما غيتزاد عليك حتى شي حاجه، وغادي توصلهم في البلاصه. واذا مثلا وقع شي مشكل اولا بغيتي تعرف شي حاجه فيمكن لك تعيط للسونتر دابيل اللي هما مغاربه، دونك كتهضر معاهم بالدارجه. هما كيخدموا مع كاش بلس وفا كاش، وحتى اذا كان عندك كونت تجاري وفا بنك فيمكن لك يوصلوك الفلوس في الكونت. اذا كنتي اول مره غادي تصيفط الفلوس فدخل لي اللي لتحت، دير الكود برومو طبالي وغادي تربح ما بين 5 حتى 10 دولار على حسب البلدان اللي غادي تصيفط منها، ونخليكم تكملوا الحلقه. السلام عليكم. يعني كنت كنشارك معهم ولو انني كنت في الدراسه ديالي، ولكن كنت كنحضر مع
يعني المجلس الوطني للشباب والمستقبل كنت كنحضر معاهم في لي سيمينار ديالهم في لي رونكونتر يعني في لي ريونيون ديالهم. وكانت علاقتي وطيده مع سي حبيب الملكي سي شبعتو ومجموعه ديال لي كادر ديال لا سينجير، وطلبنا منهم باش يزودونا بقانون الاساسي واحد الموديل ديال القانون الاساسي للمقاولين الشباب. قالوا لنا بالعباره وانه سي حبيب الملكي قالنا ما عندناش واحد الموديل، ولكن ملي تصاوبوا ديالكم ارسلوا لنا. يعني حنا بقينا كان ما كانتش عندنا انفورماسيون في لا جيستيون اسوسياتيف، يعني المهم بالمبادرات يعني شخصيه من هنا ومن هناك يعني وصلنا اننا صوبنا واحد القانون الاساسي ووضعناه راه الاشاره ديال المجلس الوطني للشباب والمستقبل. يمكن موراها اخوان اخرين داروا نفس العمليه يعني في 93 94 وفي 95 كانوا تقريبا يعني العشرات ديال النوادي وجمعيات ديال المقاولين الشباب. في 95 اسسنا الفيدراليه بحكمنا احنا ما كناش كما قلنا في ديك لاكس ديال في ديك الوقت لاكس غابا كازا هو اللي كان عنده الأسبقية في هذه الجوانب الاقتصادية. دونك كانت المبادرة أننا نشوفوا رئيس ديال الفيدرالية من الدار البيضاء في ذلك الوقت هذاك، وكالرئيس والأعضاء ديال المكتب، وكنت عضو أنا في المكتب. كان الشرط الوحيد اللي كان عندنا إحنا في الفيدرالية الشمال هو أنه الأنشطة تكون يعني بارتاجي ما بين الجنوب تساوي ولا ما بين الجنوب والشمال، ما بين لاكس ديال الغابة كازا وباقي المناطق الشرقية والجنوبية والشمالية. أوكي. واخا كنشوف المجهودات اللي كديروا باش انه يعني يكون هناك حلول لبعض المشاكل اللي كيعيشوها المقاولات الصغرى. انا بغيت نعرف واش نقدروا نفصلوا المشاكل اللي كيعيشوها المقاولين والمقاولات الصغرى دابا في المغرب حاليا. يعني المشاكل اللي كتعاني منها المقاولة الصغيرة جدا، اول حاجة هي واحد النوع ديال المقاولة كما كنقولوا حنا لاسيت فينونسيير ديالها ضعيفة، يعني عندها واحد الوعاء مالي ضعيف. يعني الشاب كيبدا المقاولة ديالو هو ما عندوش واحد الوعاء يعني مالي يعني اللي يقدر يخليه انه يستمر يعني في واحد البيئه اللي تقدر يعني تاثر فيه. كاين ازمات، كاين بزاف ديال حنا كنشوفوا في لي ريجيون ولا في المغرب كامل، كاين لا هوت سيزون كاين لا باس سيزون. يعني هذيك المقاوله الا ما شغلتش في لا هوت سيزون يعني في فتره ديال الذروه ديالها في الصيف والربيع والصيف، يعني في الخريف والشتاء كيكون عندها مشكل كبير. ثاني حاجه كتكون عندها مشاكل في يعني في الولوج للصفقات. ديجا هاد التمويل يعني عندها الابناك وضع عراقيل كبيره قدام هاد المقاولات الصغيره جدا. كاين المشكل ديال الضمانات، كاين المشكل ديال لي بيلون لي زانسيدون، يعني بزاف ديال العناصر ديال البنكه كتاكد عليهم باش يمكن لها تعطي التمويل لهذيك المقاوله. ما كتشوفش البروجي لويمام، ما كتشوفش يعني الفكره ديال المشروع ولا المشروع بقدر ما كتشوف المساطر الضمانات فوالا الضوابط ديالها اللي وضعها من السبعينات والثمانينات الى حد الان مازال خدامه بهذاك السيستم. مع العلم انه افكار مشاريع جديده، شباب داروا افكار مشاريع جديده، ولكن حنا خدامين بان سيستم بونكير اللي كيتريتي هاد لي بروجي قديم بزاف، ما غاديش موازي مع هاد الافكار ديال الشباب. ثاني حاجه كاين عدم الولوج للصفقات العموميه. هاد المقاولات ملي كتنشا كتلقى صعوبه كبيره باش تولج للصفقات العموميه. علاش؟ لانه كاين مشكل ديال كنسميوه حنا لي ريفيرونس تكنيك، يعني خص المقاوله
تكون عندها تجربة باش يمكن لها تولج الصفقات العمومية. ايوا المقاوله يلا عاد نشات كيفاش غدير تاخذ التجربه. انا كنقول داك المشكل ديال شكون اللي غادي نسبقوا البيضه ولا الدجاجه. دونك ما يمكنش حنا المقاولات حنا كنقولوا دابا 43 الف شركه اللي تاسست غير من بدايه السنه الى حدود اواخر ماي. هاد المقاولات ما غيمكن لهمش يولجوا للصفقات العموميه امبوسيبل. التمويل البنكي ما غيمكنش. البنكه كتطلب لهم بعداك دو بيلون يعني دو ديرني بيلون خصهم يستمروا واحد العامين باش عاد يوجدوا هذوك لي بيلون ديالهم. ويا ريت انه يكونوا هذوك يعني الابناك تاخذ بعين الاعتبار بانهم ديمارين في ظروف لانهم ماشي عاديه. الابناك كتعتبر بان هذيك المقاوله خصها يكون عندها لي بيلون مزيانين, خص يكون عندها خدات لي كوموند, خدات هذا باش يمكن لها عاد تدرس الملف ديالها. دونك هنا كاين المشكل ديال هاد الصفقات. نزيدوا عليها المساله ديال الكلاسمون. يعني ديجا مؤخرا يعني كانوا مجموعه الدوريات ديال وزير الداخليه ديال مجموعه ديال المؤسسات ديال الدوله اللي كتحت المسؤولين ديالها للجماعات ولا الجهات ولا الولايات ولا الأقاليم ما يقبلوش بالمقاولات الصغيرة جدا ولا الصغرى المتوسطة اللي ما عندهاش كلاسمون في الصفقات العمومية. وحنا كنعرفوا شحال الشركات اللي عندهم كلاسمون قلالين. ديجا هذا المشكل الكلاسمون شغلنا مع الحكومة السابقة لمدة أربع سنوات وأكثر على هذا المشكل الكلاسمون. يعني فئة معينة والأكثرية ديالهم فلاكس ديال الغابة كازا هم اللي عندهم هاد الكلاسمون بزاف. وفي الجهات كيلقاو كانوا كيلقاو صعوبات انه يديبلاصاو حتى للرباط باش يحطوا لي دوموند ديالهم. وهادوك لي دوموند كلاسمون كيطلبوا لك الماتريال, يطلبوا لك التراكس نيبلوز وهذا هذا هذا وواحد الغلاف مالي, وخصك توظف واحد 15% من الماس سالاريال اكسيتيرا اكسيتيرا. يعني كان صعيب على المقاولة الصغيرة ولا المتوسطة في لا ريجيون انها تاخذ الكلاسمون. دونك حنا اشتغلنا مع الحكومة على اساس انه هاد يعني الكلاسمون ما يبقاش بهذه الصعوبة. يعني نهبطوا من المشكل ديال بار اكزومبل بالنسبه للماتريال. يمكن الشركات تقدر تكري الماتريال اوليو باش تشري الماتريال وتحطه. بار اكزومبل نعطيك ان اكزومبل, الشباب اعضاء دابا في الكونفدراليه واخدين الكلاسمون في مراكش, وهو شاد المارشي في السعيديه. كي غيدير ترونسبورتي هذاك الماتريال نيبلوز والتراكس وهذا حتى لتما باش يخدم به امبوسيبل. دونك غيخسر في الشركه ديالو في هذاك المارشي. اذا غيضطر انه يكري الماتريال من السعوديه باش يقدر ينفذ هذاك المشروع, باش يقدر كما كنقولوا حنا بالدارجه يسلكوا. الوغ المساله ديال الكراء مطروحه بحده. علاش؟ لان حتى المقاولات المتوسطه راه كتلجا للكراء في المكان يعني المدن وفي الاقاليم اللي هي بعيده على اللاكس ديالها. كاين هاد المساله ديال الطلبات كانوا كيجيو كلشي في الرباط الوزارات ديال الجيش. دونك حنا طلبنا بان الطلبات الدنيا بار اكزومبل الكلاس 5 و 4 يكونوا في لي ريجيون. حصل الحظ على انه تلبات الطلب ديالنا وبدات المساله ديال تريتمون ديال لي دوسي ديال الكلاسمون في الجهات. وفي العود اللي كان كينتظر المقاول الصغير 3 سنين دابا باش ياخذ كلاس الاول اللي هو 5 دابا ولا في خدون يعني شهر الى اقصى تقدير شهرين كيقدر ياخذ الكلاسمون ديالو. علاش؟ لان الضغط ما بقاش كل شيء على 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 اللجنه الوطنيه, ولات اللجنه الوطنيه كتهتم بالكلاسمون اللي هما يعني مهمين بزاف. هو الكلاس 3 وال2 وال1 هادو بالنسبه للشركات اللي هي متوسطه وكبيره. دونك هذه المشكل الثاني. المشكل الثالث هو انه في هاد لاكس كاين المشكل ديال الكوطا. كنا طالبنا احنا من 95 مي كنا في فيدرالية مقاولين الشباب كنا كنطالبوا بان واحد تكون واحد الكوطا
خاصة المقاولات ديال هاد لي مارشي بيبليك ديال الصفقات العمومية، تكون المقاولات الصغيرة الصغرى، وإلى حدود 2013 تحقق هذا المطلب ولات تخصصت 20% من الصفقات العمومية لهذه الفئة، إلا أنه التطبيق ديالها كيبقى يعني راهين لحد الآن بلي ديكري دابليكاسيون باقين يعني ما كيناش. بعض الوزارات كيطبقوها، يعني البيجي الوزارة كيكون معروف ووزارة المالية كتقدر تراقب ديك 20%، مي في الجهات وفي الأقاليم وفي الجامعات ما عندهمش كيفاش يراقبوا هاد 20%. هاد القانون اللي هو قانون 156 خارج في 2013 ما عندهمش كيفاش يراقبوا، وحنا في شي مع الآخر في ديسمبر 2022 ركزنا على التطبيق ديالو، وكان اجتماع مع وزيرة المالية وطالبنا بلي ديكري دابليكاسيون باش يكونوا تهد لي كوموند بيبليك في الصفقات يعني في الجهات وفي الأقاليم، يعني يستبدوا منهم هاد المقاولين يعني المقاولات الصغرى والصغيرة جدا. كاين المشكل ديال العقار، وهذا مشكل كبير، لأن يعني هاد المقاولين الصغار كنقولوا حنا دابا 7 المليون ديال المقاولات الصغيرة جدا كينشطوا يعني في الإحياء وداخل السكان مع السكان، وهذا كيخلق مشكل كبير يعني في التطوير ديال العملية ديال التطوير ديال هذوك المقاولات والتسيير ديالهم والمشاكل مع الساكنة والمسائل ديال 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 السيكوريتي داخل الإحياء. علاش؟ لأنه لحد الآن ما كاينش حكومة، ما كاين سياسة يعني واضحة ديال الحكومات اللي دازوا ولا الحكومة هذه أنه يخصوا يعني محلات مهنية وبقع خاصة بهاد المقاولين الصغار، لأنه المناطق الصناعية كنلقاو ليلو كبار تلقالو 2000 متر و 1000 وزيادة، والثمن كيكون غالي على كما كنقولوا حنا هذاك المقاول الصغير ما يقدرش يقتني هذيك 1000 متر ولا 2000 متر، هو كيحتاج غير 300 400 500 متر الى اقصى تقدير، ولكن كيبقى عنده مشكل، كاين تاخر في الاداء، يعني كتلقى المقاول كينفذ يعني الصفقه ديالو وكتبقى الاداره كديه وتجيبه، ولو انه هذه المجموعه الترسانه ديال القوانين الا انه التطبيق ديالها غير ما كاينش في الواقع، لانه هذاك المقاول صغير كيخاف على انه يمشي يلجا للقضاء ويلجا لهذه الترسانه وكيضيع عليه هذاك المارشي مره اخرى، يعني في الفتره الجايه ما كيقدروش هذوك الاداره وكياخذوا عليه واحد النظره وكيولي، وهذا كانت تجربه كانت عندنا، وكيولي هذاك الشاب محروم من العلاش، لانه ما كيكونش يعني كما كنقولوا حنا بالدارجه مساعف وما كيتسعفش مع الاداره. علاش؟ لانه كيطالب حقه وكيطالب تطبيق القانون، دونك الشباب كيوليو وهاد المقاولات الصغيره كيوليو على انه يقنعوا ويصبروا على اساس انه يتخلصوا في يعني في لي ديكونت ديالهم وفي لي مارشي ديالهم. كاين اللي كيتسنى عام، وكاين بعض الادارات بلا ما نذكر الاسماء ديالها، ادارات وطنيه ديال الدوله اللي حاليا كتشرف على برامج ديال خلق المقاولات وهي وما كتخلص، حنا كنسالوها عام عامين فهمتيني. دابا هذا هو اللي غريب في الامر، هو انه كتلقى اداره هي كتشرف على برامج ديال خلق المقاولات وتشجيع المقاولات الصغيره وهي ما كتخلص، هي بيد ام موفي بي. وكاين بزاف ديال الادارات اخرى وجماعات الى اخره، دونك هنا كاين مشكل ديال التاخر في الاداء. حنا طالبنا الحكومه اللي السابقه وهذه الحكومه هذه باش يكون واحد القانون كيحمي هذاك لو سوتريتون بالنسبه للقطاع الخاص، يعني كاين تاخر كيوصل اكثر من عامين، وكاين ام بي جي ديال 400 مليار درهم ما بين ديال روتار دو بايمون ما بين الشركات الكبرى والشركات الصغيره جدا. دونك كاينه بعض الشركات الكبرى والمتوسطه راه كتمول عن طريق المقاولات الصغيره جدا، حنا كنعرفوا هذيك المقاولات الصغيره جدا ما عندهاش الفينانسمون، ولكن كتلقاها بانه ملي كتنفذ واحد المشروع مع واحد الشركه خداته مشروع ديال الدوله هي كتسوتريتي معها وما كتخلصهاش، كتبقى ديها وتجيبها. حنا طالبنا باش قانون باش يكون حتى هذاك لو سوتريتون
يعني كيقدر يدفع الوثائق ديالو مع هذيك الشركة الكبيرة. الا خدات التجأت ليلو خصو يحط الملف ديالو عند هذيك الإدارة المعنية بالأمر اللي هي هي مولاة المشروع، وكيولي حتى هو كيقدر كما كنقولوا حنا يفوز حتى هو بهذوك لي ريفيرونس. كتلقى بعض المقاولات دابا صغيره جدا كتسوتريتي لمده 8 سنين 10 سنين ولكن ما عندهاش حتى شي ريفيرونس تكنيك، حتى شي وثيقه كتثبت بانها راه هي كتنفذ المشاريع. علاش؟ لانه الوثائق ولي ريفيرونس كديها يعني الشركه المتوسطه والكبيره اللي مولات المشروع، يعني هي اللي حطت لا دوموند وخدات المشروع. حنا هذا القانون هذا كان طالبه، هو كاين في فرنسا، كاين بزاف دول، يعني هذا القانون كان طالبه باش هذاك اللي دار لا سوتريتونس مقاول صغير ولا متوسط حتى هو يكون عنده ريفيرونس، يعني حتى هي تكون عنده شهاده ديال الخبره، ويكون حتى هو كيتخلص هو الاول يعني في لي دي كونت، يعني الشهاده يعني تيدلي بالشهاده ديك الاداره المعنيه ولا الوزاره المعنيه، يدلي بالشهاده بانه هذاك المقاوله الصغيره راه تخلصت عادي يكملوا له في الخلاص. دونك هنا باش كنضمنوا على اساس ان هذاك المقاول الصغير يعني يكون ما يكونش يعني يعني التماطل في الاداء ديالو. كاين بعض المرات كتلقى مقاوله كبيره خدات المارشي وتخلصات، ولكن ديك المقاول الصغير مازال ما تخلصش. انا قلت لك كاين ان غوتار ديال 400 مليار ديال الدرهم. 400 مليار ديال الدرهم ما بين المقاوله الصغيره غير في القطاع الخاص، ما بين المقاوله الصغيره والصغرى والمقاوله المتوسطه والكبيره. و قبل هضرنا يعني على القضيه ديال الفينانسمون، هضرنا على القضيه ديال لي بنك. والغريب في الامر هو انه النسبه الكبيره ديال الفينانسمون ديال لي بنك كيمشي للشركات الكبار اللي هما النسبه القليله ديال المقاولات في المغرب. علاش لو سيستيم الي في كوم سا؟ هذا هو المشكل. وحنا كنت سألوا علاش يعني ما كاينش التغيير ديال هذا لو سيستيم منذ الاستقلال الى حد الان. الشركات الكبرى اللي ما كتجاوزش 300 ولا 400 شركه وهي اللي كتمول 99% من طريق الابناك، عن طريق الابناك، في حين كنلقاو ان 7 المليون ديال المقاولات الصغيره جدا صغرى متوسطه كتمول يلاه 1%. يعني هاد الشركات الصغيره جدا صغرى متوسطه كاين التمويل الذاتي ديالها ب 99%، في حين ان الشركات الكبرى كتمول يلاه 1% من التمويل الذاتي ديالها. دونك يعني ما كاينش واحد اللي كيليبر نهائيا. دونك هادوك الشركات الكبرى كي عندها امتيازات، نعطيك دابا مجموعه الامتيازات بار اكزومبل الاستراتيجيه ديال 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 الصناعيه اللي لونساتها الحكومه السابقه في 2014-2020. هذه عطات يعني امتيازات وعطات تسهيلات وعطات يعني دعم ب 20 مليار درهم لهاد الشركات الصناعيه. حنا بغينا تكون عندنا صناعه وتكون عندنا، ولكن ماشي على حساب المقاولات الصغيره جدا. حنا في ديك الوقت هذاك خدمنا مع الحكومه ديال بنكيرا الاولى في يعني في الاستراتيجي ديال المقاوله الصغيره جدا، لا استراتيجي تي بي من 2012 الى 17 ماي 2013. اوكي. وكان لونسمون ديالها في لا بيبليوتيك ناسيونال في الرباط، حضروه 8 الوزاره، حضروه جميع الاطراف الى باترونا، كلشي حضر، رؤساء باترونا، الابناء، كلشي، يعني توافقنا على واحد الاستراتيجي، واحد التعريف. بالمناسبه التعريف ديال المقاوله الصغيره جدا كان فيه مشكل كبير حاليا، والارقام ماشي صحيحه اللي كتداول، لانه كتنطلق من واحد التعريف خاطئ. كان في ذلك الوقت توافقنا على التعريف ديال المقاوله الصغيره جدا اللي هي المقاوله اللي كدير قل من 3 مليون درهم من رقم معاملات، وكتشغل قل من 10 ديال الافراد. علاش ضفنا هذوك ال 10 الافراد؟ لانه كنلقاو لي ستارت اب المقاولات الناشئه
تقدر دير 7 مليون درهم 10 12 مليون 15 مليون درهم، ولكن ما كيكونش عندها البيرسونيل بزاف، كيكون عندها 5 6 ديال لي انجينيور لي ديفلوبر، هادوك لي زابليكاسيون كيتباعوا غاليين وكيكونوا مطلوبين، وكدير واحد الرقم معاملات كبير بزاف. دونك هنا واخا يكون الشيفر دافير ديالها بزاف كبير، فايت 3 مليون درهم ولا فايت 10 مليون درهم، ماشي مقاوله صغيره ومتوسطه، سي با ام بي ام، علاش؟ من شركه صغيره جدا، صغيره جدا. علاش؟ ما عندهاش ان ستاف ديال بيرسونيل، ما عندهاش دي ديبارتمون بيان، حيت لا بي ام كيكون عندها دي ديبارتمون ديالها، هذا كوميرسيال ماركتينغ يعني كيكونوا ادمنستراتيف اكسيتيرا، كتكون بيان ستركتوري عليها، كتسمى المقاولات الصغرى والمتوسطه. المقاوله الصغيره جدا كيكون باترون وجوج ولا ثلاثه اللي معاه كيسيروا المقاوله كامله، واخا يكون يعني الشيف دافير ديالهم رقم معاملات كبير، ولكن كتبقى دائما مقاوله صغيره جدا. علاش؟ لان ظهرت في الاوائل الاخيره يعني هاد المساله ديال المقاولات الناشئه لي ستارت اب. دونك توافقنا وتلونسات هذيك لا استراتيجي تي بي 17 ماي 2013، الا انه بقات يعني في الادراج، حبيسات الادراج، وما مرتعطالات حتى درهم باش نطبقوا هذوك يعني لي ريكومونداسيون اللي كنا احنا شغلنا عليهم مع الحكومه مع جميع الاطراف. ومن بين هاد التوصيات اللي كانت خصها الحكومه ديرها هو انشاء، وكان ماشي غير هي يعني مع جميع الاطراف، نديروا واحد المرصد ديال المقاوله الصغيره جدا، ماشي الصغرى والمتوسطه كما هي الحال، مرصد ديال المقاوله الصغيره جدا، يعني كي 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 كندرسوا فيه هاد المساله ديال ما يهم لا استراتيجي تي بي. وكنا من موراها كنطمحوا تكون عندنا واحد الميثاق ديال لا تي بي كيما شغلنا مع الحكومه اليوسفي على الميثاق ديال لا بي ام، لا شارت دو لا بي ام، شغلنا مع الحكومه اليوسفي من 1999 حتى 2002، وخرج الميثاق ديال المقاوله الصغيره والمتوسطه، الصغرى والمتوسطه، لا بي ام هو اللي حاليا التعريف ديالو القانوني كاين. كنا كنطمحوا انه شي حكومه من مورا الحكومه ديال اليوسفي يعني تاخذ هذا لو فولي ديال المقاوله الصغيره جدا لا تي بي، ونشغلوا حتى هو على لو ليفغ بلون كيما خرج في 2002، ونشغلوا على لا شارت ديال لا تي بي. للاسف انه ما كانش كيما قلت في البدايه يعني حد الرغبه اكيده باش نهتموا بهذه الفئه من المقاولات الصغيره جدا، واللي كنسميها انا مقاولات ديال ولاد الشعب، يعني ديال اي واحد يلاه بدا فوالا ولاد الشعب، لان في واحد الوقت كانوا غير الاغنياء كيديروا المقاولات، راه ملي كنا حنا بدينا راه كانوا غير الاغنياء كيديروا المقاولات، شكون اللي غيكون عنده 100000 درهم وحطها في البنكه، 100000 ديال درهم ديك الوقت راه هي 1 مليون درهم، دابا هي 100 مليون ديال دابا، هادي كنهضروا حنا في الثمانينات. دونك شكون اللي غيكون عنده 100000 درهم يحطها في البنكه يبلوكيها ويجيب الروسي وعادي مونطي لا سوسيتي ديالو؟ دونك ما كانش ولاد الشعب ما يمكنش يدير شركه بديك الوقت، يمكن كانوا كي ولتها مؤخرا يعني كي اسوسيو ثلاثه ولا اربعه باش يديروا سوسيتي، وكانوا كيلتجؤوا للبيرسون فيزيك يعني لا باتون دو روجي دو كوميرس، هذا كيكون امتيازات يعني ما عندوش امتيازات بحال ان سوسيتي بحال شركه. وي باش نفهم هاد المشاكل اللي هضرنا عليهم، يعني كنهضروا غير على الشركات الصغرى جدا، الشركات الصغرى مثلا المتوسطه ما عندهمش مشاكل؟ لا هما عاوتاني هادو كينقسموا الى جوج. المشكل الكبير كتعاني منه الشركات الصغيره جدا، لا تي بي لا تري بيتيس اونتربريز، هي اللي كنقولوا حنا 7 مليون ديال المقاولات المغرب بما فيهم القطاع الغير مهيكل. اوكي المقاولات الصغرى والمتوسطه لا بي ام كاين فيها جوج،
كاين فيها كما قلنا في الاول لا تي بي هي اللي كدير رقم معاملات ديالها قل من 3 مليون درهم وكتشغل قل من 10 ديال الافراد. كتجي دابا لا بي ام او، لا بي ام فيها لا بيتيت انتربريز اللي كدير رقم معاملات ديالها ما بين 3 مليون و50 مليون درهم. و50 مليون درهم، 50 مليون درهم مشاء. دونك هذه لا بيتيت انتربريز. اوكي. ولا مويان هي اللي كدير رقم معاملات ديالها ما بين 50 و 175 مليون درهم. دونك ولا غران انتربريز هي اللي والشركه الكبرى هي اللي كدير فوق 175. اوكي. دونك هادو اللي عندهم رقم معاملات ديالهم ما بين 10 ما بين 3 و 50 مليون درهم هادو كيلقاو حتى هما مشاكل، ولكن ماشي بحال لا تي بي. هادو شويه مطلوبين عند الابناك، ولا مويان هادو محظوظين، يعني كما كنقولوا حنا هادو محظوظين في حالهم في حال المقاولات الكبرى، كتلقاهم يعني مطلوبين عند الابناك والعدد ديالهم قليل بزاف. اوكي. دونك مقارنه مع المقاولات الصغيره جدا لا لا ما كاينش مقارنه. انا كنشوفوا 7 المليون ديال المقاوله الصغيره جدا، في حين كنلقاو 30 الف ما بين المقاوله الصغرى والمتوسطة والكبيرة يلا 340. صراحة كتجيني شي شوية ما عارف شوية مضحكة القضية ديال كنسميو شركة صغرى شي فضافيغ ما بين 3 مليون ديال الدرهم حتى 50 مليون ديال الدرهم، يعني راه ضرب تضرب راك مازال تعتبر دير 10 مليون ديال الدرهم راه مازال تعتبر شركة صغرى. من ناحية ديال 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 التسمية، لأنه لا تري بوتيت راه هي تري بوتيت، فهمتيني، راه من ثلاثة ديجا مي كنقولوا عاوتاني لا تي بي او وعندها 3 مليون درهم حتى هي، ولكن دابا مع التضخم مع هذا كاين دي بي ام اللي كيديروا بداوا مقاولات صغيرة جدا ودابا كيديروا تبارك الله 10 15 20 ديال مليون درهم يعني ابيك مع الوقت. ولكن اللي خصنا نعرفوا هو انه هذيك 10 المليون ولا 20 مليون درهم راه ماشي كلها ربح ديال الشركه، شي فضافير. راه كاينه بعض الشركات اللي الشي فضافير ديالها كبير، ولكن اللي كيبقى لها الى حيدت المصاريف وحيدت الاخر راه كيبقى لها عاوتاني واحد النسبه والضرائب الى اخره السينيسيس وهذا راه كيبقى له واحد النسبه يعني ماشي بهذاك الحجم. الشركات الكبرى هي اللي كتكون محظوظه، علاش؟ كيكون عندها امكانيه ديال التمويل ويكون امكانيه ديال الدعم ديال الدوله. حنا كنشوفوا دابا الدعم كيمشي لهاد الفئات هادو، يعني كاين الدعم، شركه مؤخرا خدات 50 مليار ديال السنتيم كدعم، يعني ماشي كريدي. دعم من اين نوع؟ دعم لانه هاد الشركه حطت ملف ديالها انا غندير هادي وهادي وهادي من واحد النوع ديال الصناعه وكذا شيء، والدوله وافقت لها، اللجنه الوطنيه ديال الاستثمار وافقت لها وعطاتها 50 مليار وديك الشيء مشبوه فيه. لانه كاين شركات يقدروا كيديروا احسن من هذاك الشيء وما خداوش الدعم، قدموا الملفات ديالهم ما خداوش الدعم. اوكي. الوغ كيفاش واحد الشركه كتاخذ الدعم ديال 500 مليون درهم يعني ديال الدوله ديال دافع الضرائب يعني هكذا، انا غندير وغندير وغندير وغنوجد وغنوجد، وتعطات ديجا ديبلوكات لها مليار ونص ديال السنتيم باش تبدا، مع العلم انه هذيك الفلوس هذيك 500 مليون ديال الدرهم كلها هو راس المال ديال برنامج انا مقاول اللي كيستهدف اللي تلونسا مؤخرا من طرف الوزاره ديال المقاوله الصغرى اللي كي يهدف 100,000 مقاول. يعني هذاك البيدجي ديال 100,000 مقاول داه واحد. دونك هنا كاينه شي حاجه اللي يعني ما كاينش توازن. وقلتها انا في يعني في مؤخرا وانه كاينه ان ديسفونكسيونمون بالنسبه يعني لو سيستيم ايكونوميك في المغرب، يعني واحد الفئه يعني محدوده يعني كتستافد تري فاسيلمون من الدعم ديال الدوله من دافع الضرائب، واحد الفئه ما كتلقاش حتى القرض، يعني خصها ترجعو. حدا كتاخذ فلوس ديال الدوله وما كترجعهمش وما كنتحاسبوش معها، ووحده ما كتلقاش حتى الكريدي، طالبه كريدي وكيترفض لها
ومع العلم انه لا تعطل راه تقدر يعني تخدم مجموعه ديال الافراد وترجع هذاك الكريدي اللي يقدر واحد اخر حتى هو ياخذه ما كتلقاش. دونك هنا واحد المفارقه اللي وعلاش علاش هادو هما اللي كيستافدوا الدعم، مع العلم انه كنشوفوا بزاف ديال البرامج من هنا ومن هنا كلهم دي كما كنقول انا برامج ديال كوكوت مينوت، ما كاينش واحد الرغبه اكيد برامج ديال كوكوت مينوت يعني كيتكونكتا دغيا دغيا بالخبر المعنيين بالامر وكيتلونصا وكدار له دي فوتو والاعلام وهذا وكنبداو نهضروا عليه وهذا واحد المده وكي دابا فين هو البرنامج انطلاقه. هذا كان عندنا امل كبير عليه، كان عندنا امل كبير وصاحب جلاله كان وقف عليه، وهذا كيعطي فرصه لهذاك المقاول على انه ياخذ كريدي بلا ضمانات، يعني الدوله كتضمن له هذاك الكريدي 80% ديال الدوله واللوطو ديالو 2%. علاش دابا الابناك ما كيبغيوش يطلقوه؟ حيت هذيك 2% ما بقاش يتسلكهم ديجا اللوطو ديريكتور ديال البنكه وصل 3%. يعني الا وصل 3% طلعوا حتى هو 3% وطلقوا لي كريدي للشباب وطلقوا الكريدي يعني يعني للشركات، واخا هو معطي للشركات الصغيره جدا اللي عندها اقل من 5 سنين. قبلنا هذا المساله يلا بداو يعني هذيك الفتره ديال علاش 5 سنين، هذيك الفتره كيكون نسبه يعني اللي فايد ديال الافلاس بزاف، ديك العامين الاولى و 3 سنين و 4 سنين 5 سنين حنا قلنا نبداو على الاقل هذيك الفئه هذيك تستافد، وكاينه حاملي المشاريع، كاينه شباب اللي كيتخرجوا من معاهد ومن وكاينه دي يعني الجاليه اصحاب جاليه جاوا بزاف وكانوا اتصلوا بنا وكانوا حطوا الملفات ديالهم وكاين اللي تقبلوا في ترونسبور بزاف ديال في التوريزم بزاف ديال الفلاحه الى اخره وكانوا استثمروا، وكان كانت واحد يعني واحد لو موفمون يعني طالع يعني الناس باغا تستثمر. جات كوفيد هما تحجوا بكوفيد وقفوا، ودابا لا الابناك صرحوا ولا الدوله مؤخرا تمويلكم هي الصندوق الضمان المركزي سابق تسميه جديده صيفط واحد المذكره وانه مازال كيضمن ديك الدوله مازال كتضمن 80% ديال ديك القرض ومازال كتدعم هذاك القرض. اذا كيبقى كما كنقولوا حنا الكره عند الابناك، هذيك الدوريه عندنا وصريح العباره وجهتها للمؤسسات ديال المعنيه لسيري الابناك لجميع الهيئات بانه الدوله مازال كتدعم البرنامج ديال سيدنا ومازال تمويلكم كتدعم 80% من القروض ديال الانطلاق، كيبقى الكره دابا عند الابناك اون جينيرال. بلا ما نهضروا على يعني هذا الشيء اللي طاري دابا في انطلاقه، كي جاك انت ديجا البرنامج ديال انطلاق؟ هو بالنسبه لينا حنا خدا مجموعه ديال المسائل اللي عانت منها البرامج السابقه، بار اكزومبل المشكل ديال اللي كان عانوا منه بعض المقاولات في مقاولتي برنامج مقاولتي يعني في 2006 2007 8 الى اخره، واللي عانوا منه الاخوان ديال اللي خداو يعني القرض ديال المقاولين الشباب في 86 87 الى اخره حتى التسعينات. دونك هاد جوج ديال ولو انه ما درتش دراسه عليهم، ما درتش واحد ليفالياسيون على قرض المقاولين الشباب وعلى المشكل اللي كيتطرح في المغرب، هو ان ما كنديروش حنا ليفالياسيون، كنديروا برنامج وموراها كنقولوا كاينه الاخبار فشل ما فشلش، هذا ما كاينش واحد الدراسه حتى كيجي شي برنامج اخر حتى كيجي واحد البرنامج اخر. ولكن خداو يعني النواقص ديال مقاولتي النواقص ديال المقاولين الشباب ودار واحد البرنامج متكامل يعني فيه يعني التمويل يعني سلس وفيه ضمانات وديال الدوله وفيه المواكبه وفيه يعني مجموعه ديال العناصر اخرى اللي كانت تقدر تنجحوا لولا
انه كوفيد ومورا كوفيد يعني تغاضوا عليه يعني خلاوه اون ستاند باي يعني واقف. كانت نقدروا على انه ناكتيفيو هذاك الانطلاقه وينجح، خصوصا دابا انه في لي سيري دابا في المغرب المراكز الجهوية للاستثمار لونسات واحد لي زابيل دوف يعني صفقات بالنسبه لي كابيني ديتود، وهاد لي كابيني يعني تم يعني يعني التعاقد معهم باش يواكبوا حاملي المشاريع يعني في انطلاقه في فرصه في جميع يعني ميم المشاريع يعني اللي عندها التمويل الكلاسيكي ديال البنكة. يعني هادوك الكابيني يعني عندهم هاد 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 الدور وهاد لا ميسيون انهم يديروا الدراسه ديال المشروع مع هذاك الشاب ويواكبوه لمده سنه. وهذا جاء يعني التكميله ديال البرنامج ديال الانطلاقه. كان على الابنك انه تاكسيليري دابا الانطلاقه، ومع هاد المكاتب اللي هي كاينه في جميع الجهات وجميع الاقاليم يعني كنا نقدروا على انه هذوك الشباب يعني دار له واحد الدراسه وتعطى له يعني المواكبه، ولما لا انه يكون واحد الدعم يعني باش الولوج للصفقات ولا الولوج الى تصدير الى اخره. دونك كاينه الارضيه كاينه، كيبقى الابناك خصها تبادر وخصها المجموعه من الابناك الغروبمون بروفيسيونال دي بانك خصو يدير تصريح ويقول بانه الانطلاقه راه مازال، وما يبقاش هاد الغموض كي 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 كيحوم برنامج الانطلاقه. يعني بطريقه اخرى يكون تمويل ولكن في نفس الوقت يكون مع انكادرمون باش انه ما يبقاوش مشاكل. اي لانه يعني في البرنامج التوقيع ديال البرنامج امام صاحب الجلاله كان التوقيع ديال مجموعه الهيئات والمؤسسات باش هما يتكلفوا بالمواكبه بيناتهم يعني المراكز ديال الاستثمار. يعني وقعوا قدام صاحب الجلاله ولكن ما كانش هما جاوا الروتار، لانه ملي وقع ملي توقعوا هذا الشيء هذا في جونفي 2020 موراها جات كورونا. يعني ولاو الاهتمام بالشركات يعني ينقدوا الشركات الكبرى والمتوسطه، دونك المقاولات الصغيره جدا ما استفدوش من الدعم ديال الدوله في ديك الوقت، واهتموا يعني عطاو كريدي اوكسجين، عطاو كريدي غولونس، ضمان غولونس الى اخره لهاد الشركات باش ينقدوها وينقدوا يد العامله اللي ديجا كاينه. وبالنسبه للشركات اللي عاد تنشا ولا عاد طلب كريدي هذا خلاوها اون ستاند باي. كنا كنأملوا على انه 21 ولا 22 2022 تكون يعني انطلاقه تعطى الدعم ديالها، خصوصا وانه كما قلت لك انه المراكز ديال الاستثمار بدات كتطبق البنود ديالها فيما يخص المواكبه عن طريق هاد المكاتب اللي هي تم التعاقد معها. دونك هنا كان على الابنك انها حتى هي تواكب يعني هذا البرنامج وتعطى له الدفعه كما تعطات له في جونفي فيبري وقبل الكوفيد. كان واحد الزخام، كان واحد دفعه كبيره في ذاك الوقت هذا، الا انه دابا كنلاحظوا بانه العدد قل بزاف وما كاينش حتى الهضره عليه. حتى الابنك كيسوقوا في الجهات وفي الاقاليم كيسوقوا على انه مازال ما عندناش شي خبر، مازال في المركز باقي ما قالوا لناش الى اخره. دونك الشباب ما عارفش واش غادي يحط الدوسي ديالو ولا ما يحطش. كاين اللي حط الدوسي ديالو لحد الان ما كاينش الاجوبه من بعد شهور ديال الاخر. المشكل اللي كيتطرح عاوتاني هو انه الابناك ماشي كيجاوبوك بالرفض ولا لا، كيبقى راهو كيخليوك انت خصك تفهم. دابا الاشكال اللي كاين هو انه راه ما كنهضرش على دابا، حتى ملي تلونسا برنامج ديال انطلاقه كانوا عده مشاكل. وكنظن حتى نتوما فايت هضرتوا يعني كانوا اجتماعات مع الابناك. واش ما كتشوفش واش كانت فكره جيده ان هذا البرنامج يشدوه ابناك، خصوصا انه في بزاف ديال البرامج كنتي كتهضر على واحد لو كونسيبت اللي دار في فرنسا بحال لي بونك ديتا
ابناك الدوله. ما كانش من الاحسن انه الدوله اللي غادي تكون واقفه على هذا الشيء لانه الابناك اللي تكلف بهذا الشيء. هو في المشكل في المغرب كما قلت انا يعني مرارا وتكرارا الا ملي كنعطيو لي بروجي ا كاركتر بحال هادو سوسيو ايكونوميك كنعطيوهم للابناك. الابناك تجاريه خسر الربح والخساره بريفي نعم كتشوف غير الربح وكتشوف الخساره ديالها. دونك الا كان الخساره راه غتبعد كان الربح غادي تمشي له. علاش هي كتمشي للابناك الكبيره الا الشركات الكبيره والمتوسطه كتلقى فيها الربح. لي بروجي والمشاريع ديال المقاولات الصغيره جدا هي الاكثريه هادو فيهم لو ريسك بزاف. وهادو دول اخرى بحال فرنسا ودول اخرى يعني كما كنقولوا حنا دارت مارشاريا يعني واحد الوقت كانوا تخصص كل شيء هما اش داروا داروا كرياو بنك ديتا بحال دابا فرنسا بي بي فرانس هي اللي مكلفه التمويل ديال المقاولات الصغيره جدا. علاش تعطاتها لا ميسيون من عند الدوله يعني لي فون الدوله وعلى اساس انه هذوك المقاولات كيساهموا اول حاجه في التشغيل في السلم الاجتماعي في الاقتصاد الوطني الى اخره واحد المجموعه ديال العناصر اللي الدوله محتاجه انها تمول هذوك السلم الاجتماعي قلت لك طبيعه الحال طبيعه الحال ملي كتشوف انت 7 مليون ديال المقاول اللي خلق الفرصه ديالو لان الدوله ما قدرتش توفر له فرصه عمل وهو عاوتاني كيخلق جوج ثلاثه ديال المناصب الشغل. إلا ضربنا 7 غير بجوج ولا في 3 راه 14 مليون و21 مليون دونك إذن هذا شنو هو؟ هذا بدون أنه تطلب الدولة على أنه دير الإضراب دابا ساعة ولا تطلب الحوافز ولا تطلب هذا يعني هما يعني محافظين على السلم الاجتماعي ولو أنه هذاك المقاول الصغير بعض المرات راه كيبقى له بحالو بحال هذاك الخدام اللي عنده بحال أن صالح يعني ما ماشي غني جدا. كاين بعض الاخوان اللي كيشتغلوا ولي سيكتور ديالهم ماشي كنقولوا انهم ما كيقدروش يحققوا ارباح ولكن بعض المرات كيجيو لي سيكتور واحد يعني الاصناف ديال المشاريع اللي كيوقع فيهم يعني ازمات واللي كيكون في واحد الوقت مطلوبه ومن بعد كيولي يعني ما كيكونش الطالب عليها بزاف وكتوقع هذيك المقاوله كتوقع في ازمه ماليه. ولكن كاين شركات اللي كما قلت في البدايه كتكون مقاوله صغيره جدا وكتولي مقاوله يعني صغرى ومتوسطه يعني الاكسبيريونس ديال بزاف ديال جوميا ديال بزاف ديال لي زيكسبيريونس اللي شركه مؤخرا راه كنت قلتها الرئيس الحكومه السابق قلت له الشركه اللي بنات لاكار ديال الرباط راه بدات يعني بحد محل ريدو في سلا يعني هي كانت شركه صغيره ديال الالومنيوم وفي الاخر انت شتي لاكار جديد ديال الرباط راه هي اللي خدات المارشي. ولكن راه من بعد واحد المده ديال الشغال والاكسبيريونس والفورماسيون الى اخره دونك يعني راه خدات المارشي صغير من بعد متوسط ويا غدا ويا غدا. كنظن هذا اكزومبل كيبين الاهميه ديال انه راه واخا شركه صغيره بزاف راه بامكانها اذا عاونتيها تعطي ماشي نورمال بحال دابا الواتساب راه بدات ستارت اب صغيره دونك يعني وفي نفس الموضوع يعني كنت عاوتاني هضرت مع رئيس الحكومه انا جاو عندنا اتصلوا بنا الحكومه ديال اسبانيا والحكومه ديال هولندا وشمعنا معاهم هنا في المغرب على اساس انه هما كيعطيو تسهيلات لي ستارت اب في المغرب لانهم يجيو تانستالاو في تما في هولندا وبلجيكا وتعطى لهم الدعم المالي وتعطى لهم المحلات وتعطى لهم لا ريزيدونس الاقامه الى اخره. تسولني رئيس الحكومه قال لي شنو غيستافدوا قلت له
وهذوك الا خداو غير 100 وخرجت لهم ستارت اب وحده ولا جوج بحال واتساب ولا بحال هذا راك راه هذا الربح، ولا الا خدموا غير جوج ولا ثلاثه كل واحد فيهم هذاك هو الربح، الربح ديالو. دونك ما غيبقاوش يديو لنا غير العامله عاديه، مي غيبقاو يديو لنا حتى لي ستارت اب. في حين انه المغرب دار المبادره ديال انوفا انفيست، ودابا مؤخرا راه جدد هذاك الدعم، يعني كاين دعم ديال لي ستارت اب، ولكن باقي خصو يعني كما كنقول يمشي للجهات ويمشي للاقاليم، ما يبقاش مركز في الدار البيضاء الرباط. حيت كاينه اغلبيه ديال المؤسسات اللي تعطى لهم هذا الدعم ديال التمويل ديال هاد المقاولات الناشئه لي ستارت اب تواجدين في الرباط الدار البيضاء. اوكي، دونك خص حتى يعني مؤسسات يكونوا في الشمال، يكونوا في الجنوب، في الشرق، يكونوا في الاقاليم اوسي. بالنسبه للابناك اللي قلتي ديال اللي قلت لك ديال الدوله ديال اللي مثلا كاينين في فرنسا مثلا، عندك فكره على كيفاش كيتعاملوا مع المقاولات؟ يعني مثلا النسبه ديال التمويل، شحال التمويل كيعطيوهم، واش حتى هما البرامج ديالهم كيكونوا مثلا بحال ديال الانطلاقه ديك كونوا ديزانتيغي يعني قلال؟ لا، هادوك ياخذوا بعين الاعتبار يعني يعني التمويل والجانب سوسيو ايكونوميك، يعني الاقتصاد الاجتماعي الاقتصادي، وكي ياخذوا بعين الاعتبار مجموعه العناصر، ماشي بحال البنكه كتريطي غير الارقام، غير الربح والخساره ولو ريسك واش طالع ولا لا، ولي غارونتي يعني الغارونتي واش كاينه ولا ما كايناش. هاد الابناك هادو لا عندهم طابع بحال لا بغيتي تقول القروض الصغرى، الجمعيات ديال القروض الصغرى، يعني جمعيات القروض الصغرى ما كتركزش على الضمانات بزاف، ما كتركزش على يعني لي ريسك بزاف الى اخره، ما كتطلبش لهذاك صاحب هذاك الطلب ما كتطلبلوش ضمانات بزاف، ما كتركزلوش على مجموعه ديال العناصر. هاد الابناك هادو حنا طلبنا باش يكون الابناك، وكنا كنتوخاو بان تمويلكم هي صندوق الضمان المركزي. سابقا كنا كنأملوا على انه ملي غتولي شركه بحال دابا يعني يتم التحويل ديالها مستقبلا الى بنك ديال الدوله، مع العلم انه كدير نفس الخدمه دابا ديال بنك ديال الدوله، الا انه وحنا منذ المقاولين الشباب وحنا كنطالبوا لا سي سي جي كنطالبوها باش يكون التعامل ديالها معنا ديريكت بلا لي بنك دابا المشكله هو انه لا سي سي جي كتعطي الغارونتي 80% ولا 70% في الكريدي عادي، 70% ضمان اكسبريس تعطي 70% للبنكه، البنكه عندها الفوفير عندها لا بروكوراسيون عند تمويلكم، الا كان القرض قل من 1 مليون درهم تقدر هي الا وافقت البنكه اوتوماتيكمون موراها كتعطي الموافقه ديال تمويلكم، ما كتلتج ما كترجعش لتمويلكم مع طلب الموافقه اوتوماتيكمون. كيبقى البنكه شنو كتحط له هذاك الدوسي، ها عندها الضمانات 75%، مي هي كتطلب لك اولي باش تطلب لك 25% اللي باقا، اللي هو المشروع، اللي هو الفون دو كوميرس، اللي هو الماتيريال، اللي هو كتطلب لك ضمانات يعني مضوبل على 10 داكشي هذاك المونطو كامل، يعني كتطلب لك ضمانات عينيه، يعني اما التيتر ديال الارض ولا التيتر ديال الدار ولا هذا اللي القيمه ديالو كيكون يعني الدوبل ديال هذاك الكريدي ولا التريبل ولا مع العلم انه لا سي سي جي ضامنه واخا هكاك هذا الكريدي نورمال. علاش حنا قلنا هاد مقاولاتي يعني ركزنا عليها وانه ما كاينش هاد العنصر هذا، يعني هذا برنامج ملكي وطلب من الحكومه بنك المغرب على انه يوجدوا واحد البرنامج يعني يكون يعني متكامل وما يكونش فيه هاد يعني هاد لوبستاكل ديال الضمانات، ما تطلبش من الشاب يعني الضمانات، كاين المشروع وكاين ضمانات الدوله، كاين المساهمه ديال هذاك الشاب 20%، دونك الا انه في الكريدي عادي كيطلب لك ضمانات يعني عينيه لي تيتر
وشكون هذا الشاب اللي غتلقاه عنده التيتر وعنده الدار وعنده هذا باش يحط البنكه؟ باش حنا كنشوفوا بانه الناس اللي عندهم فلوس هما اللي كياخذوا اكزاكتوم عنده التيتر عنده هذا. كاينه ناس اللي هما عندهم شركات كبرى اش داير؟ كيدير واحد لابارتمون ولا واحد العماره وكيكريها للناس وعنده التيتر، وداك التيتر هو اللي كيحطو كياخذ عليه لي كريد. بل اكثر من ذلك حتى انطلاقه راه كان نفس الحاجه. انطلاقه مثلا ما كتعطيكش فوندولمون يعني بطريقه اخرى قليل. انا باقي عقل كانوا كاع كيقول لك نهائيا يعني يعطيوك يعطيوك شي حاجه. نعطيك مثال يعطيوك باش تشري ما يعطيوكش باش تشري، غيعطيوك باش تشري ماتيريال. ودايوغ كانوا هذه هي الخدمه ديالهم، كان خاصك ضروري تعطيهم فاكتور ديال الماتيريال وهما ما غيعطوك حتى شي حاجه فلوس، يخلصوا لك داك الماتيريال وفقط. وهاد بحال هاد التوشيات وكاينين بزاف يعني بزاف البرامج ديال التمويل اللي كيدير المغرب، بحال مثلا لي ان دي اش حتى هي ملي دارت البرنامج ديال التمويل ديالها وهذا كتلقى ديما نفس الاشكال، لانه خاص ضروري تجيب لي لي فاكتور، خاص ضروري نشري لك على الماتيريال وهذا، وخاص كما قلتي ضمانات ما غنضمنش لك كل شيء، فعمليه شويه معقده. بالنسبه للمقاولات ما كانش فيه ضمانات، كان هذه المساله ديال لي دوفي سي نورمال، لان ما يمكنش نعطيو فلوس لواحد الشاب يعني فلوس عينيه يستحيل. دونك خص التمويل ديال المشروع، دونك التمويل ديال بحال اللي عنده محل وخصو يدير لاميناجمون، دونك غايجيب دوفي ديال المقاول ولا هذا اللي غايدير له لاميناجمون ديك المحل. المقاول هو اللي خصو يتخلص بشيك باغي بسميتو الى اخره، الا انه في الاخر ديال المشروع يعني شريو له الماتريال جيب دوفي جيب مسائل، الا انه في الاخر المشروع خصو يتعطى له ان فوندغولمون ديال 3-4 موا ديال لا جيستيون يعني ديال الكرا والضا والماء والتليفون الى اخره. هذا ضروري خصو يكون في المشروع. البنك الا ما عطاتوش هو ما كيديرش الدراسه. دونك خصو الا جاب الدراسه خص البنك اما توافق له، ما تقدرش تحيد له فوندغولمون الا انه الا طلب فوندغولمون كبير ما يمكنش. فوندغولمون عنده الحق الى حدود 10%. اوكي 10% من قيمه ديال جميع المشاريع. اوكي تقدر في انطلاقه محال واش كان كيعطيو؟ لا عطاو. اوكي لا عطاو سميتو بشواهد كل شيء، غير انما هذاك فوندغولمون انا قلت لك حتى كتسالى لو سيستيم ديال لاميناجمون دو لوكال الماتيريال اللي عنده شي فيكول غولون ولا هذا حتى هو عاد الفوندغولمون. اوكي يعني حتى كيجهز المحل ديالو والماتيريال ديالو ويحط كل شيء، عاد كتعطى له 3 شهور ولا 4 شهور قيمه ديال تسيير ديال هذاك المشروع. لمولي أن 3 شهور الأولى ما يكونش كيدخل، يستحيل أنه يعطيوها، يعني يخسر من الديبار يبقى يتسلف وهذا ويعطي الشيكات وهذا، وهذا هذا شيء صعيب بزاف. دونك بالنسبة للمقاول دونك من الديبار كخصو يعطيوه واحد فوندغولمون ديال 3 شهور 4 شهور يعني ديال وهذا خصها تكون في الدراسة. الشاب خصو يوقف عليها وخصو يناقش مع البنكة قبل ما يسيني الكونترا، ومن حقه من حقه يناقش مع البنكة وكيتبع معها، والبنكة اللي غادي تقدر توافق له وتمشي معاه هو اللي غادي يناقش معاه ويسني معاه الكونتر ويسحب الملف ديالو من هذه نقطة مهمة، ما يخليش الملفات ديالو تما، حيت كاين مشاريع اللي خداوها أبناك وسمحوا فيها الشباب وتعطات الشباب اخرين بالتمويل وبكل شيء. كان خروقات كانت خروقات شكل هذه القضية؟ كانت خروقات يعني كانت شدوا فيها يعني مسؤولين ديال أبناك يعني مع مسؤولين شركات دايرين دي دوفي يعني مزورين يعني ما كيناش وداروا مشاريع مزورة وخداوا فلوس يعني كاين يعني طرقت لهذا الموضوع. كاين حتى ديك القضية ديال الكاميلة ديال أنه ما نعطيك إذا بغيتي تمويل. لا شباب اتصلوا بي أنا بأنه الآخر ودخلت وطلعت سميتو المستوى حتى يعني طلعت المشكل يعني الاعلى مستوى ويعني وطرقنا لهذ المساله ديال الكاميله وديال تحت الطابله وديال الرشوه يعني كان، ولكن هذا عادي يعني في جميع يعني كتبقى غير النسبه. اوكي واش النسبه كبيره بزاف ولا قليله؟ الا كانت قليله
وهذا في انطلاقه كانت قليلة. علاش؟ لأن مشروع ملكي وكان فيه الحرص على أنه الإنجاح دياله من عند الأبناك ومن عند تمويلكم من عند بنك المغرب من عند تل المؤسسات يعني ديال العمالات والأقاليم. وهذا كان الشماعات وحضرت أنا الشماعات بعض الأقاليم وبعض الولايات وكان نقاش على هذه المسألة. أوكي. يعني كان الحرص على أنه ينجح هذا المشروع الملكي. كيبقى غير هذه الفترة ديال كورونا هي اللي وقفت، ولكن باش نعاودوه ونغلونسيوه هنا كيبقى مسألة عند الأبناك كما قلت الكرة عند الأبناك، إلا أنه كما قلنا الخروقات يعني بقات قليلة من هنا ومن هنا. أوكي. ما كانش كاين كما كنقولوا حنا دي زوبستاكل اللي داروا بعض المشاريع، لأنه أغلبية الشباب كانوا طلبوا يعني حطوا ملفات ديال الترانسبور بزاف، والأبناك بدات كترفض. أوكي. وكانوا كان اتصال تصلوا بيا مجموعة الأبناك وكيتسألوا واش هاد الشباب ما عندهمش أفكار جديدة، ما عندهمش كدا شي. وفعلا لأنه كاين بعض الشباب في العيب اللي خصو يدوز الوقت ديالو باش يقلب على فكرة ويدرسها، وهذا خصو دغيا يدير الفكرة اللي كاين. فوالا الفكرة اللي كاين في السوق. دار واحد صاحبه دار واحد المشروع، حتى هو غيدير لوكاسيون دو فواتور، حتى هو غيدير ترونسبور بيرسونيل، حتى هو غيدير ترونسبور ديال مارشانديز الى اخره. دونك ولا ترونسبور بزاف وما غيمكنش الابناك تمول واحد العدد كبير ديال المشاريع محدده وتخلي الجوانب اخرى. دونك هنا غير هاد الجانب هو اللي كان بغيت نفهم علاش في نظرك، وهذا الشيء شفته في بزاف ديال البرامج اللي دستي منهم، كيبان لنا كانه يعني لا الدوله لا المشكل مثلا اللي طاري ما بين الكونفدراليه والباترونا، واش لي بيتي زونتربريز علاش معقدين عليهم الحياه لهالدرجه؟ علاش مثلا مؤخرا البلان ديال الضرائب اللي تزاد في جهه وتنقص الشركات الكبار، الاوتو انتربرونور اللي ولا مثلا اذا خدمتي مع شركه وحده في 80000 درهم تخلص 30%، علاش هاد التعقيدات كاملين؟ واش حنت ما عندهمش اهميه في المجتمع والاخرين اللي عندهم اهميه؟ ولا المشكل اللي مطروح هو انه ملي كنجيو الخطابات كما قلت في الاول كنلقاو يعني الخطابات يعني كتركز على المقاولات الصغيره جدا الصغرى المتوسطه، ولكن ملي كنجيو للفعل هنا كاين المشكل. بحال دابا النقطه اللي هضرتي عليها ديال نجبدوا النقطه الاخرى ديال المقاول الذاتي في الاول في مشروع قانون، يعني ملي كان باقي مشروع قانون ديال 2023 يعني في 2022 كان معمول على اساس انه هذاك المقاول الذاتي الى خدم مع شركه وحده ما خصوش يفوت اكثر من 50000 درهم. هذه كان في الاول. دونك بين النقاط عاوتاني اللي ثارت الاهتمام ديالنا بزاف مساله ديال الضرائب. دابا الضريبه على الشركات بالنسبه للمقاولات اللي كدير قل من 300000 درهم ديال الربح طلعت من 10% الى 20% على مده ديال 4 سنين، يعني كل سنه 2.5. دونك هذا العام هذا غنخلصوا 12.5، وهذه الفئه اللي عندها يعني الربح ديالها قل من 300000 درهم اغلبيتهم مقاولات صغيره جدا. دونك طلعنا لهم من 10 ل 20 ضوبنا لهم لي زامبو، في حين انه شركه متوسطه وشركات اخرين اللي كان عندهم من 26 هبطنا لهم ل 20، مين كان عندهم 21 هبطنا لهم ل 20. علاش؟ لانه الاجتماع ديالنا الاخير مع الاجتماع ديالي الاخير مع وزيره الماليه ديسمبر، وهذا كنا طلبنا اجتماع يعني طارئ مع وزيره الماليه، و طلبنا فيه على انه كيفاش على نجيو نطبقوا هذا الحيف على المقاولات الصغيره وعلى المقاول الذاتي.
في حين أن المقاولة الكبيرة والمتوسطة كنهبطوا لها من الضرائب. كان الجواب ديالها هو أنه بالنسبة للمقاول الذاتي حنا عرفنا بأنه ما باغين يحيدوا واحد المشكل اللي تطرح في المقاول الذاتي. شنو هو؟ هو أن المقاولات ولات ما كتبغيش توظف، كتلجأ من لا سوتريتونس مع المقاول الذاتي، كتقول لك على أنه علاش مقاولة كتسوتريتي مع مقاول ذاتي 200,000 درهم. هذا هو السقف ديالو، هو في لي سيرفيس يعني في خدمات. السقف ديال المقاول الذاتي يعني ما خصوش يفوت رقم معاملات ديالو 200,000 درهم في الخدمات و 500,000 درهم في التجارة. كتقول لك هذا 200,000 درهم اللي غيقدر يدير، اللي خصو يديرها، اللي كيديرها مع مقاول ذاتي في العام، علاش ما يوظفش واحد الشخص؟ دونك عليهم محدو في الاول ديك 50,000 درهم. طلبنا منهم حنا وزاره المال ووزيره الماليه على اساس على الاقل يطلعوه ل 100,000 درهم، على الاقل يعني هذاك المقاول غيلقى صعوبه فاش يقلب على دي كوموند اخرين مع شركات اخرى. يعني خصو تقريبا كان كيخدم مع شركه كيدير شي فدافير 200,000 درهم، خصو يلقى، خصو يقلب على اربعه ديال الشركات باش يخدم معاهم ديك 50,000 درهم. ثاني حاجة قلنا له بأنه هذيك الشركة اللي كتسوتريتي مع مقاول ذاتي 200,000 درهم راه غتولي إلا حددتو للسقف 50,000 درهم راه غادي تمشي تقلب على أربعة أخرين ولا خمسة وستة. دونك هي دائما إلا ما بغات تسوتف راه دائما غادي تمشي تقلب على البديل. يعني تقدر سوتريتي أربعة ولا خمسة ولا ستة المقاولين الذاتيين، ما خسراش هي، ولكن شكون اللي خاسر؟ المقاول الذاتي. عليها طلبنا باش يكون رفع السقف ديال لحدود 100,000 درهم. كان الوعد على انه غدرس المساله وفي الاخير وافقنا على 80,000. دونك 80,000 وهكاك ماشي كافي، لان مؤخرا تلقينا مجموعه ديال الشكايات من عند مقاولين ذاتيين كيقول لك بانه هذا كيبلو 80,000 درهم كتبلوكيهم. يعني مع العلم أن السوق يعني ما بقاش كيما كان، يعني صعيب باش ديكروشي اون كوموند من غير انك ديكروشي. راه بارفوا غير اتيستاسيون وحده تقدر تكون ساويه 80,000 درهم. يعني خاصني مثلا اذا كنت انايا كندير شي اتيستاسيون اللي كنخلص اكثر خصني ضروري ندير شركه. دونك هنا مساله، دونك كاين حتى مقاول ذاتي في ظل هذا التضخم، في ظل هذه الزيادات في الاسعار الى اخره، ولا ديك 200 درهم 200,000 درهم متجاوز. دونك خصو على الاقل يعني هذاك الكوميرس يوصل ل 1,000,000 درهم، وهذاك المول ديال لو سيرفيس يوصل على الاقل واحد 700 ولا 800,000 درهم على الاقل، باش يمكن هذاك المقاول الذاتي يقدر يستمر ويطور المشروع ديالو حتى يوصل يفوت هذاك السقف عاد يقدر يدير شركه ولا يدير مسألة. دونك هذا هنا كاين هاد المشكل. جبتي المسألة العلاقة مع الباترون، هي علاقة يعني جدلية قديمة. حنا كان بالتسعينات وجبتها في الأول في 95، كان المرحوم الحسن الثاني كان دار واحد الخطاب، كان استقبل المكتب الجديد ديال الباترون، وكان كيترأسو المرحوم تفكر السميه ديالو، المهم دابا نتفكر السميه ديالو، يعني كان استقبلهم وكانوا قدموا له يعني القانون الاساسي الجديد. وديك الساعه المرحوم حسن الثاني قال لهم بانه هذا القانون الاساسي ما كيرقاش المستوى ديال الباترونات المغرب، خصكم تنفتحوا على المقاولات الصغرى والمتوسطة ولا PME، لا PME ولا PME، خصكم il faut s'ouvrir sur la PME et la PME. وفي ديك الوقت كان جا عندنا الرئيس ديال الباترونا، احنا كنا في المقاول، في يلا اسسنا الفيدرالية ديال المقاولين الشباب 95، وكان طلب منا سي الحجوجي، كان المرحوم سي الحجوجي، وكان طلب منا باش نلتحقوا بالباترونا ونخلقوا الفيدرالية ديال المقاولات الصغرى المتوسطة
والمقاولات يعني الصغرى الصناعية فوسط الشجير. كان خيرات أنا ما انخرطش لأنه كان عندي رأي في ديك الوقت لأن لي ستاتي ما تغيروش ولي ستاتي كانوا لحد الآن كيعطيو الأفضلية للشركات الكبرى والمتوسطة. يعني ما كاينش يعني كما كنقول أنا ما إحنا أوني با لا سيبل ديال الباترون. إحنا المقاولات الصغيرة جدا بهذا القانون الأساسي أوني با لا سيبل ديال الباترون. وهذا قلته للسي المهدي التازي النائب الرئيس في اللقاء ديالي معاه في الرباط لأنه كنا بدينا واحد الحوار 2019 وجمعنا في الرباط وكنا بغينا نبدأ واحد العلاقة ديال شوية ديال الثقة بدون أننا نخرطوا مع الكونفدرال مع 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 السجي مع الباترون وإنما نشغلوا انصامبل نشغلوا جميع على الدعم ومواكبه هذه المقاولات الصغيره جدا والصغرى المتوسطه اللي كتعاني. دونك حنا بجوج بينا نخدموا انصامبل. انا قلت له هكا بصريح العباره قلت له انتما لا سجيم كتقولوا كتدعموا المقاولات الصغيره جدا والصغرى المتوسطه وحنا الكونفدراليه كنقولوا لا ميم شوز ارا نخدموا على هاد المساله اللي حنا يعني مجتمعين عليها والمسائل اللي كتفرقنا نخليو هادو كوطي نخليوها جانب ربما الا شغلنا غيجي الوقت اللي ربما هادوك لي بروبليم يقدروا ينداصروا بوحدهم ونقدروا نديروا كما كاينه في فرنسا وكاينه في بعض الدول. يعني الباترونا يعني شاده شركات كبرى والكونفدراليه شاده المقاولات الصغيره جدا والصغرى المتوسطه ونكونوا انصامبل يعني في هيئه واحده لان احنا ما مي كنمشيو يعني كنكونوا يعني انفيتي على برا كنشوفوا الباترونا والمقاولات الصغيره جدا كيخدموا مع بعضياتهم كيبقى فينا الحال وكنلقاو بان الباترونات ما عندهم تري فورت احنا ماشي في الصالح ديالنا تكون الباترونا ضعيفه. دابا حاليا راه ضعيفه. شنو كتعني بضعيفه؟ ضعيفة لأنه ما متواجداش في الأقالي ما متواجد في جهات. كتلقى دابا المكتب الجهوي عندهم في مدينة واحدة كتلقى مدينة هي بحال دابا نقولوا الشرق تلقاهم متواجدين في وجدة وني با أكتيف بحال الرباط ولا بحال الدار البيضاء ولا بحال لا ريجون طنجي عاوتاني تطوان الحسيمة تلقاهم متواجدين غير في طنجي. يعني وباقي الأقاليم وباقي المدن شكون اللي كيأثرهم؟ الوغ التمثيليه ماشي تمثيليه كما كنقولوا حنا كيقولوا بانه في الحوار الاجتماعي هذا العام طلبنا باش نكونوا حاضرين في الحوار الاجتماعي لان كيقول لك الاكثر تمثيليه هو الهيئه الاكثر تمثيليه هما حنا. حنا في جميع الاقاليم في جميع المدن عندنا مكاتب في المدن ماشي حتى في الجهات. داخل الجهه كتلقى خمسه وسته المكاتب في المدن ما عندناش مكاتب جهويه عندنا المكاتب في المدن. علاش؟ لان جربنا هذه المساله ديال الجهويه ولقينا نفس المشكل داخل الجهه كتلقى نفس المشكل لان واحد المدينه هي اللي كيكون فيها التواجد والاقاليم والمدن الاخرى ما يعني ما كيكونش التواجد. الوغ شنو قد في 2014 بدلنا لي ستاتي وعطينا الصلاحيات للمدن داخل الجهات وتم تعيين ديال المندوبين الجهويين. يعني المندوب الجهوي كيكون هو المنسق ما بين المكاتب والمكاتب عندها الحق كل مدينة عندها الحق أنها تدير المكتب ديالها. دونك هذا أعطى واحد يعني الاستقلالية ديال هذه المدن يعني المدن الصغيرة داخل يعني واحد الجهة اللي هي بارفوا المدينة الكبيرة كتكون هي يعني مسيطرة. وكنوليو نفس المشكل ديال المركز يعني المركز هو كيكون كي يعني كيسيطر على جميع كيما دابا حاليا المكتب دابا راه الجهات في الباترونا راه ما راضياش على المكتب حاليا الباترونا. المكتب دابا جديد كله من الدار البيضاء وكله من 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 كيما كنقولوا راه خرجت في الصحف كدا شي لي كوزان لي كوزين لي فريغ لي سور لي زونكل هذا يعني العائله. دونك وصل واحد المستوى على انه الباترونا يعني تجاوزت جميع الحدود.
وهذا كان عند كان سؤال تطرح لي بانه وهذا فين كيزعجك؟ قلنا لهم لانهم ما كيمثلوا باقي لحد الان الدوله عطيهم هاد الصلاحيه انه كيمثلوا القطاع الخاص. الور جميع لي ديسيزيون راه حنا كنتلقاوهم. نعطيهم مثال، رفعوا السميك يعني ب 10% 5 كل سنه، راه طبقت علينا. خداو هما القرار وشوروا معنا ما شوروش معنا، قالوا خداو القرار، مجموعه القرارات كياخذوها مع الحكومه ومع النقابات، قالوا حنا اوني با امبليكي. كيفاش ما كاينش حكمه عندك في الهيئه ديالك وكتمثلني؟ وعاد هما عندهم يعني ليتيليتي بيبليك، وعاد يعني كتناقش المساله ديال الاضراب، حق في الاضراب، كتناقش الزيادات، كتناقش بزاف المسائل اللي هي مصيريه بالنسبه للمقاولات، مصيريه بالنسبه لينا. الوغ الا كانت غادي تكون مصيريه بالنسبه لينا، راه خص يكون واحد الحكامه داخل الهيئه اللي كتمثلني، بغيت ولا كرهت. يعني حاليا راه بغيت ولا كرهت راه هي اللي كتمثلني، مع العلم انه رافضين هذه المساله. وانتوما قلت لكم انتوما الكونفدراليه ديال كنطالبوا يعني يعني بتمثيليه، ولكن الحكومه لحد الان كاينه منظمه دوليه كامله كنناقشوا معها وكيستدعونا وكيلتجؤوا لنا وكيقول لك اودي ما كنفهموش لحد الان كيفاش انه ملي كنبغيو نطرقوا المساله ديال المقاولات الصغيره جدا لا تي بي كيجيبوا لنا الباترونا، وحنا كنعرفوا بانه هما ما كيخدموش مع لا تي بي. وشنو السبب؟ لانه الحكومه ما احنا عندنا مطالب شويه واقعيه، والحكومه غير قادره حاليا، الحكومات كاملين اللي دازوا غير قادرين الا انه يمشيوا لهذا الورش. هذا كما قلنا الورش كبير من الاستقلال الى حد الان ما خدموا فيه. احنا كنشوفوا دابا البرنامج كوكوت مينيت، دابا هذا البرنامج ديال انا معك هذا يعني البرنامج اللي تلونسا مؤخرا من طرف الوزاره ديال الصناعه المقاولات الصغرى، هذا ما كانش في البيجي ديالو، ما كانش في قانون الماليه 2023. الو منين جا هذا البيجي؟ جبناه من الوزاره، جابته من المنظمه الدوليه اللي كتشتغل في نفس الميدان في المغرب. هاد المنظمة دولية جابت لنا واحد البيجي، هادي من بيجي هادي من بيجي، وجمع 500 مليون درهم، وكنقولوا غنواكبوا 100,000 مقاول. علاش ما تعطاناش ان بيجي كما تعطى المقاولات الكبرى 20 مليار درهم في قانون المالية 2014، ويتصادق عليه في البرنامج، ويتصادق عليه في الغرفتين، وتصادق عليه الحكومه، ويتم التطبيق ديالو، ويتم المساءله ديال الهيئات اللي ما طبقاتوش. هذا هو المشكل اللي عندنا مطروح، هو انه كنصاوبوا لي بروجي كوكوت مينيت بحال دابا فرصه. كنقولوا فرصه، هذا بدايه بالنسبه للمقاولين داك الصغار جدا يعني يقدروا يبداو، ولكن كنا كنطمحوا على اساس انه السنه الثانيه يكون بيجي ديالو يضعف، ماشي جوج المليار يبقى جوج المليار، 10,000 درهم 10 المليون هذاك السقف يطلع شويه، كان القرض الى حدود 100,000 درهم يولي 200 يولي 250، يعني يكون واحد المشاريع اللي هي مهمه شويه. ولكن كنبقاو حنايا دائما نفس يعني هذيك الفئه يعني كما قلتي في البدايه يعني ما مهمشه ومقصيه. علاش؟ هذا الشيء اللي بغيت نفهم. كما كنقولوا دابا الحكومه باقا لحد الان ما وعاتش بحال الحكومات بحال دابا فرنسا وايطاليا والمانيا والبرازيل هادو وتركيا، هادو ركزوا على المقاوله الصغيره جدا في التنميه ديالو. حنا دابا كنشوفوا في المغرب اوراش كبيره التنميه، يعني تبارك الله يعني المغرب غادي بواحد الوتيره، والتنميه كنشوفوها قدامنا، ولكن ما كيستافدش منها واحد العديد من 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 الافراد، بيناتهم هذه المقاولات الصغيره جدا. ما كيستافدوش 7 المليون ديال 7 المليون، وشوف شحال ديال الاسر عندهم كيعيلوا، شحال الاسر كي يعني الاطفال اللي كيقريو ولادهم، وشوف شحال ديال الوظائف اللي كيشغلوا، وشوف شحال ديال السن الاجتماعي اللي كيحافظوا عليه.
هادو ما عمرهم كيقولوا غادي نخرجوا الاضراب ولا غنديروا هادي ولا غنديروا هادي ولا بالعكس هما محافظين يعني الطبقه الوسطى راه مكونه من هاد الفئه معينه يعني واحد المحظوظين فيهم اللي كيقدروا يحققوا ارباح وهذا في ظل هاد الازمات ومن تلقى هاد المقاول في ظل هاد الازمه في ظل هاد الاقصاء في ظل هاد هادشي كامل وكيحقق ارباح وكيشغل دونك هنا خصنا نعطيو له الشابو لان الحكومه لحد الان انا كنقول الحكومات باغا لحد الان ما بغاتش تستثمر في هاد الشباب اللي عنده هاد الطموح هذا واللي عنده هاد الافكار واللي عنده هاد الرغبه لانه يدير مقاوله. انا مسؤول كبير بلا ما نذكر السميه ديالو قال لي هكا قال لي السي الفرقي قال لي انا الا قالوا لي غير غدا الصالير ديالي ما غيدوش راه ما يدينيش الناس. كيفاش نتوما ما عارفينش شحال غدخل غدا وشحال تخلص الكرة واش تخلص ولا ما تخلصوش ولادك واش غديهم مدرسة ولا لا وهادي وهكاك وكيديك الناس وعليك الكريدي هادي وعليك هادي خصك تخلصها وهادي وكيديك الناس. هذا مسؤول كبير. دونك إذا هاد الناس هادو راه هازين واحد الثقل كبير وكيما كتلقاش يعني كان عندنا اجتماع في 2017 مع بنك المغرب في لقائي مع الشي الجواري وكنطلب من المدير العام شي بوعزة لنا نجمعوا على مجموعة ديال المسائل بيناتهم التمثيلية ديالنا في المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى المتوسطة. هذا المرصد هذا الدار ما بين باترونا وبنك المغرب كيترأسوا سي الجواري. هذا جمعية حل الجمعيات كاملة في المغرب. هل يعقل أنه مؤسسة ديال الدولة كتخلص 500,000 درهم العضوية من دافع الضرائب وزارات مؤسسة ديال الدولة كيخلصوا 500,000 درهم من دافع الضرائب وكيطلبون حتى حنايا نخلصوا 500,000 درهم باش نكونوا أعضاء ويا ريت أنه كيخدموا لمصالح المقاولات الصغيرة جدا. أول حاجة تعريف خرجوا لنا تعريف يعني اللي كيضرب المصداقية والكتلة ديال والأهمية ديال المقاولة الصغيرة جدا. التعريف ديالهم بسيط قال لك حنا المقاولة الصغيرة جدا هي المقاولة اللي كدير رقم معاملات ما بين 3 مليون درهم و10 مليون درهم. إذا شحال هادو غيوليو؟ هذا بسيط ما يبقاش 7 مليون. إذا الأهمية ديالهم شنو هي؟ أهمية ما تبقاش عندهم أهمية. وهذوك اللي تسألنا معهم وهذوك اللي عندهم قل من 3 مليون درهم اللي هما حنا دابا المقاولين يعني المقاولات الصغيرة جدا لا تي بو قال لك لا هذيك لا ميكرو أونتربريز. بالله عليك بالله عليك ميكرو أونتربريز في المغرب كدير 3 مليون درهم. في السويد ما كديرهاش. الدنمارك ما كديرهاش. ميكرو أونتربريز سماها كدير رقم معاملات 3 مليون درهم. دونك زادوا هذيك لا ميكرو انتربريز في الاول كانت لا تي بي او لا بي ام اي لا غران انتربريز دابا هما زادوا لا وكي داروا هما باش داروا هذا التعريف بحال دابا لا استراتيجي تي بي او حنا خدمنا عام ونص مع الحكومه مع الباترونا مع بزاف الهيئات باش درنا هذاك التعريف ديال الاخر. كاين واحد التوافق لا شارت عاوتاني الميثاق ديال المقاوله الصغرى والمتوسطه في 2002 راه خدمنا 3 سنين من 1999 حتى 2002 وخرج واحد الكتاب الابيض لو ليفغ بلون يعني فيه توافق على التعريف ديال المقاوله الصغيره والمتوسطه لا شارت دو لا تما خرجت لا شارت دو لا بي ام. دونك داكشي كيكون بتوافق مع جميع الاطراف. هادو جاو وشافوا قال لك داروا واحد الدراسه في بعض الدول وداروا التعريف ديال المغرب بدون استشاره بدون اشراك اطراف ما كان حتى شي حاجه وبداو يخرجوا الاحصاءات. ديك النهار خرجوا احصاء كيقول لك 45% ديال لي تي بي كيولجوا للتمويل البنكي
هما غير لي نوفيل تي بي فوالا هذوك اللي ما بين 3 مليون درهم و 10 مليون هما قلال. الا كانوا مثال 2000 ولا 3000 ولا كاع حتى 10000 بطبيعه الحال 45% ديالهم ما يقدروا، ولكن الا جبتي 7000 ما تقوليش 45. لي ميكرو انتربريز ما داروش احصاء على لا نو لا ما كاينش الهضره عليها. هي حتى القانون الجديد دابا ديال التاخر في الاداء اقصوا المقاوله الصغيره جدا اللي عندها اقل من 2 مليون درهم ما دخلاش في القانون الجديد. دونك شوف القوانين اللي كيخرجوا وداروهم طي يعني طي على حساب الباترونه وبالنقاش مع الباترونه، يعني قوانين كيخرجوا مع الباترونه. طيب هذا الشيء علاش سولتك علاش؟ حيت انا بالنسبه لي بحال هذا الشيء ملي كيطرا واش حنت ما عندهاش اهميه؟ حيت ماشي ضروري نهضروا على يا بيض يا كحل، يعني راه يقدر الباترونه والشركات الكبار يعني يكونوا عندهم لي زافونتاج ديالهم وفي نفس الوقت يكونوا دي زافونتاج عند لي بيت لي تري بيت سونتربريز. ما علاش 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 هناك اقصاء لهذه الجهه؟ بدات حنت فيها شي مشاكل اللي كبر. لا هما يعني الا غادي نشركوا المقاوله الصغيره جدا في هذه البرامج وهذا الاخر خصهم اول حاجه يعني غيبداو يسمعوا شي مسائل اللي هما يعني مأجلينها. اوكي كنقولوش هما راه غادي تفرض عليهم، ونهار اللي غادي تفرض راه غيولي مشكل كبير. نعطيك الرقم واحد، القطاع الخاص حاليا القطاع الغير مهيكل حاليا كيشغل 77.3% من يد العامله في المغرب. واو ملي كنقول القطاع غير مهيكل علاش كنهضروا بالضبط؟ كنهضروا على هذوك الفراشه، كنهضروا على المشاريع اللي ما عندها اللي ما كيخلصوش ضرائب، ما عندهمش الرخص، ما دخلنش في لاسينيسيس الخدامه ديالهم، ما كاين حتى حاجه. 73% 77.3% هذا الاحصاء ديال البنك الدولي. واو وحنا جينا راه حنا فايتين مصر 65% وفايتين تونس 43%. شوف يعني الخطورة ديال حيت هاد 20,000 ديال المقاولات اللي فشلت في 2021 فين غتمشي؟ غتمشي للقطاع. واش هذاك الشاب اللي عنده 40 عام 45 عام هو عنده مقاولة ديالو عاد غيمشي يقلب على خدمة؟ ما يلقاش. الو شنو غيدير؟ غيدير فايت يديكلاري فايت وغيمشي يبدا يبريكولي كما كنقولوا، يمشي يخدم في القطاع غير مهيكل. دونك هادوك 20,000 كيلتاجئوا للقطاع غير مهيكل، هادوك 250,000 مهدده بالافلاس راه النهار اللي غادي تفلس فيهم واحد 50,000 ولا 100 ولا هذا غيمشيو للقطاع غير مهيكل. عاد هادوك اللي كيبغيو يديروا مقاولات ديالهم كيلقاو صعوبات، ما كاينش التمويل ما كاين هذا باش كيبدا كيمشي للقطاع غير مهيكل. دونك هنايا الدوله يعني كما كنقولوا هنايا كتقصي هذه الفئه ديال المقاولات الصغيره جدا، ولكن راه كاينه واحد سيستم ديال 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 البوكل، يعني غد الدوله بعدو راه غينفجر تراكم داك الشيء راه غادي تراكم راه كيتراكم. دابا وصلنا 77.3% يعني جوج ديال الموظفين في القطاع الخاص وفي القطاع غير مهيكل، يعني جوج العمال وكنلقاو واحد من بين جوج كنلقاو واحد يعني في القطاع المهيكل. عجيب. يعني بين ثلاثة جوج في القطاع غير المهيكل وواحد يلاه واحد في القطاع المهيكل. علاش؟ لأن ما عطينوش الدعم، ما عطينوش ما كنشركوش لا في القوانين ولا في المؤسسات. كنلقاو دابا لا سينيسيس باغ اكزومبل، كنلقاو ماروك بي ام، كنلقاو تاميلكوم، وكنلقاو لايم دي، وكنلقاو مجموعه المؤسسات اللي هي كتهمنا حنايا. المجلس الاداري ديالهم كاينه الباترونه حاضره، حنا عينا ما نطالبوا باش نحضروا. المجلس الاقتصادي والاجتماعي طالبنا باش نكونوا حاضرين. خصهم قانون، قال لك خص يكون ان ديكري، يخرج ان ديكري باش يمكننا حنا ندخلوا لهذه المؤسسات. واش كظن دابا الحكومه هذه اللي هي مايله 100% الباترونه غتخرج ان ديكري باش حنا ندخلوا لهذه المؤسسات؟ نوليو حتى حنا كنا نفس الباترونه.
ما تبغيش. وكيفاش هاد وما خصهمش يغضبوا الباترونا يعني حتى الحكومات اللي كتجي كتبغي تشتغل. الحكومه اللي فاتت كانت بغات تشتغل معنا يعني مده شي عده شي ما عندنا مع رئيس حكومه ودوزوا لنا عده اقتراحات في قوانين الماليه 2018 2019 مجموعه ديال القوانين ولكن ما 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 ما, ما مشاوش بجديه في الملفات الاساسيه والرئيسيه. علاش ما خصهمش كما كنقولوا حنا يغضبوا الباترونا؟ وهنا الباترونا في المغرب يعني لحد الان ما فهمتش كتقصي. مسؤوله من الاتحاد الاوروبي طالبتهم قالت لهم اودي واش كاينه فيدراليه ديال المقاولات الصغيره جدا؟ قالوا لا ما كايناش. في شي مع رسمي جات لعندي حيت قدمت راسي وجات لعندي قالت لي فوالا انا كنقلب عليك وكنقلب على الفيدراليه وقالوا لي راه ما كايناش. يعني مي تلقى هذا الاقصاء بهذه الطريقه كيفاش بغيتينا نزيدوا للقدام بالقطاع الخاص؟ والقطاع الخاص راه ماشي غير احنا ما كنقولوش هما ما عندهمش المقاولات الصغرى ولا الصغيره جدا ولكن راه هما ما كيهتموش بهذه الفئه. نقدروا في الخطابات نقدروا في اللقاءات ولا ولكن المقاوله الصغيره جدا عمرها ما غترتاح الباترونات تناقش معها المشاكل ديالها ولا تلتجئ ليها ولا يعني تنخرط فيها. مجموعه ديال الاخوان انخرطوا تما وخرجوا بحالهم. ما كاينش تعاون بين الشركات الكبار وما بين الشركات؟ لا ما كايناش حنا ب 2017 كنا بدينا واجتمعنا مع لو سي بي الاولى في الدار البيضاء وطالبنا باش تكون واحد النوع ديال لا سوتريتونس مع هاد لي تي بي اللي كاينين في المدن ديال كتشتغل لو سي بي. وكانت شويه ديال الرغبه ولكن مقرونه يعني ما كانش واحد الجديه وكنا باغين نمشيو بعيد يعني مع المؤسسات الكبيره والمتوسطه على اساس انه تكون واحد النوع ديال الشراكه ونأسسوا لواحد النوع ديال الشراكه. ولكن هذا العمل خصو يكون مع الباترونا. ما يمكنش الكونفدراليه بوحدها تبقى تمشي عند شركه بشركه ومقاوله مقاوله كبيره. نو خصها تكون مع المؤسسه اللي كتمثل هاد الشركات الكبرى وتكون رغبه اكيده عند الباترونا على اساس ان تدعم هاد الفئات وما يكونش الاقصاء. ما نقولوش هذيك الكونفدراليه راه ما كايناش ولا نو احنا تقريبا دابا علينا 12 عام ولا 13 عام وقبل منه راه كدا 20 عام يعني احنا متواجدين في الساحه. يكفي انه لو سي دي مؤخرا شمت معنا البنك الدولي هنا من شمع معهم والبنك الاوروبي الى اخره مجموعه الهيئات لاباد يعني البنك الافريقي يعني شاركنا معه في واحد البرنامج لتمويل 275 مقاوله وكنا في اللجنه المركزيه ديالو وكان بيجي ديال الدنمارك ديال 4 مليون ديال الاورو واللي تم التوزيع ديالها على 275 ولا 73 مقاوله اللي كانت تعزلت من بين هاد المقاولات اللي قدموا الملفات ديالهم في المغرب مقاولات ناشئه ومجموعه ديال 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 البرامج ومجموعه ديال الهيئات اللي كدير الثقه في الكونفدراليه. اذا احنا في الواقع احنا موجودين في الساحه ما يمكنش نقصيو واحد الهيئه ونقولوا حنا الممثلين الوحيدين ديال القطاع الخاص. يستحيل. دونك هنا كنوليو كنغطيو الشمس بالغربال. الى متى؟ تنوصلوا دابا الثلثين اكثر من الثلثين ديال القطاع الغير مهيكل. الثلثين دابا كاين وهذا كيضر بالاقتصاد الوطني. يعني كان الدوله كتخسر يعني من الرسوم يعني الضريبيه 50 مليار ديال الدرهم في السنه. دونك ثاني حاجه هذوك العمال يعني كيخدموا في ظروف غير يعني عاديه. يعني ما كاينش لا سينيسيس ما كاين التغطيه الصحيه ما كاين والو وعاد الاجور ما كاينش اجور يعني محدده وعاد الوقت
يقدر يخدم 3 شهور ولا 4 شهور ومن بعد يخرجوا الى اخره. دونك وهادو راه كاين جميع القطاعات، راه كاين في الفلاحه، كاين في الصيد البحري، كاين في الخدمات، كاين في يعني في لاغرو اليمونتير، كاين في السياحه، كاين في جميع. انا هيئه وطنيه ديال الاعلام تلفازيه ومضفة يعني افراد في قطاع غير مؤكل مده 8 سنين. ماشي 8 سنين ما عندوش الحق ياخذني ني كريدي ني والو، يعني لا تغطيه صحيه، لا تغطيه صحيه لا والو. يعني هذا القطاع يعني ولا كياكل وكينخر الجسم ديال الاقتصاد الوطني. عاد نهضروا على المنافسه الغير الشريفه. يعني انا كندير مقاوله ديالي وكنخلص الضريبه وكنخلص السينيسيس العمال ديالي وكندير لهم نعطيهم السميك وكندير بزاف ديال الاخ، كيجي واحد قدامي وكيشغل وكينطيح عليا الثمن وهو ما عنده لا ضريبه ما عنده لا التزامات ما عنده والو. الور هذاك المقاول شنو غايدير؟ اذا هنا المنافسه ماشي هي هذيك السلطه، يعني راه هي عارفه هادشي هذا. هما ما يمكنناش انا تطرح لي السؤال واش نحاربوا هاد القطع غير مؤكل؟ راه ديباسينا المساله ديال المحاربه. دابا خصنا كيفاش انه هذاك القطع غير مؤكل يعني نحولوه لقطاع مهيكل. وعطيت بعض الامثله بار اكزومبل، يعني هذاك القطاع المهيكل عنده لي زافونتاج لي زانكونفينيون ديالو. اول حاجه كيتوشي لي مارشي بارفوا ولي كليون لي ميم هذيك المقاوله الصغيره اللي مهيكله ما تقدرش. كاينه عنده مساله ديال لا رابيديتي، هو دغيا كيقدر تري رابيد في لي سيرفيس ديالو في الخدمات ديالو الى اخره. ثالث حاجه هو كاينوفي كيخترع دغيا، يعني على حسب الكليان على حسب السوق دغيا يوجد لك الخدمه ولا يوجد لك السلعه الى اخره. دونك هاد لي زافونتاج القطاع المهيكل باغ اكزومبل حنا المقاولات الصغيره جدا نقدروا نستغلوه، نقدروا نخدموا معاهم. والدوله خصها تدير قوانين، تسن قوانين اللي تسمح لهاد العمليه ديال الشراكه دو تيل سورت انه ملي تبقى تشتغل هذاك القطاع هذاك يقدر يولي مهيكل. علاش؟ تعطى له امتيازات الدوله، تعطى له امتيازات، والثاني غيشوف راسو بانه ما خصو يولي فحال هذاك القطاع المهيكل. خصو حتى هو، علاش؟ لان القطاع المهيكل عنده اليات، عنده لي ماشين، عنده هو ما يقدرش يجيب لي ماشين ويجيب هذا باش يقدر، لانه يعني كيكون دائما مهدد يعني من الافراغ والسلطه الى اخره، مراقبه الى اخره. مي يقدر يستغل يعني لو كادر ديال هذيك المؤسسه خاصه صغيره الماتريال ديالها الى اخره، ويقدروا يسنيو دي كونطرا ا لونغ ديوري، يعني تكون طويله المده ديالها، ا كونديسيون دير انت دير اما المقاول ذاتي ولا بيرسون فيزيك ولا صاغل ولا هذا، باش الدوله تقدر تدعمك وتدعمنا بجوج الى اخره. وكنقدروا نمتصوا واحد النسبه، هو دائما غيبقى القطاع غير مهيكل دائما غيبقى، ولكن نقصوا منه هذه النسبه لان فاقت يعني الخط الاحمر، يعني يعني فتناه كما كنقولوا حنا الاحصاءات والدراسه اللي خرجها البنك الدولي على الشرق الاوسط ولا ريجيون مينا، راه جبت 3 دول كاكزومبل، المغرب ومصر وتونس. يعني حنا مكلاسي حنا الاول 77.3% ديال اليد العامله في المغرب كاينه في قطاع غير مهيكل. يعني جوج ديال 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 الاشخاص من بين 3 خدامين في قطاع غير مهيكل. وهذا علاش؟ لان السياسه ماشي كما كنقولوا ان ديسفونكسيونمون ايكونوميك في السياسه الاقتصاديه ديال البلاد. كاين واحد الفئه هي اللي كتستافد، وكاينه واحد الغالبيه يعني كتصارع مع الوقت وكتقدر تلتجا تمشي للقطاع غير مهيكل. يعني ملي كما كنقولوا هذيك المقاوله كتوصل للحد ديالها ولا هذاك المقاول راه كيمشي للقطاع غير مهيكل. مي كتحط ليه دي بارير، هو راه ديك الساعه علاش غادي
وصراحة ديما كيوقع التناقض ما بين أنه بغينا الشركات يخلصوا الضرائب ما يكونش ما يخدموش في النوار، بغينا أنه يوظفوا وهذوك اللي يوظفوهم يخلصوا عليهم لاسينيس يخلصوا عليهم ولكن هادو داكشي اللي عليهم خاصهم يدار، ولكن لي زافونتاج واش نعاونوهم وفي لي كريدي وا 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 ما كاينينش. انا نمشي معك بعيد، شي داخل الحكومات راه ما كاينش واحد النوع ديال التنسيق ما بين الماليه والضريبه والانفيستيسمون الى اخره. هذا هو المشكل، ما كاينش شي واحد كما كنقولوا حنا استراتيجي تيني جلوبال وي، يعني ناخذ بعين الاعتبار يعني حدا بالمقاول الذاتي شغلنا فيه من 2012 مع الحكومه السابقه ديال منكيران الى 2015، وملي خرج عوج. علاش؟ لان هذاك المقاول الذاتي كان اول حاجه بغينا نحاربوا القطاع غير مهيكل، ثاني حاجه تعطى الفرصه لهذاك لونتربرونور يعني اللي كانوا ديك لوبستاكل ديال المحال وديال هذا والتمويل وهذا يقدر يديماري في الدار ديالو وبديك الكارطة الى اخره، يعني عنده لا فاكتور تسهيلات، عنده بزاف ويدير لا فاكتور سون تي فيا وهذا تعطات له تسهيلات. اي ولكن حنا غنخرجوا المقاول الذاتي اليوم ولا غدا غنصيفطوا له اس ام اس الضريبه تقول له اجي تخلص، علاش ما عطيوهاش واحد عام عامين؟ علاش هذاك المستثمر اللي كيجي من برا كنعطيوه حنايا واحد عده امتيازات؟ واللي خصو هو هذاك الشاب علاش ما عطيوهاش عام عامين؟ هو ما مسانش كيخلص الضريبه، هو في قطاع غير مهيكل ما مسانش، نخليوه يخدم، نخليوه يشتغل، نخليوه يعرف الاهميه ديال ديك الفاكتوره، الاهميه ديال لا كومون، الاهميه ديال انه يعني الفلوس ديالو تروش في البنكه، كيفاش انه لي غلوبي بانكير يقدروا يعطيوه امتيازات اخرين الى اخره. وعاد نقولوا له ولا راه وصل واحد الحد انك خصك تخلص. حنا في 3 شهور الاولى صيفطنا له الاس ام اس قلنا له اجي تخلص، هو باقي ما بداش، يالله كيقلب على لي كوموند، يالله كيقلب على باش يشتغل، ولو انه ديك 1% ولا 0.75%، ولكن هو هكا تجي الاس ام اس من الضريبه كيتخلع المواطن هكا تجي. بصح كنعرفه، انا باقي عقلنيت واحد الالكتريسيان كي كان كيجي عندنا وكيقول لي والله لا شدوني والله لا شدوني، زعما كنت كنحاول نقنعه ديك اللعبه ديال لا راه مزيان عليك، يقول لك لا. المهم هادشي داخل بمساله ديال الثقه، مساله لا ما كاينش. شوف حنا اشتغلنا 3 سنين، ولكن في لو لونسمون راه تلونسا في فيسبوك، تخيل انت برنامج كيهم 13 مليون ديال الساكنه غير تلونسا في فيسبوك. انا ما فهمتش، انا مباشره اتصلت بحبيب مولاي حفيد العالمي وزير الصناعه والتجاره، وكانت ماروك بي ام هي اللي مكلفه باللونسمون ديال معلم، انه اللي لونسا البروغرام هي الوزاره الشؤون العامه الحكومه، هي اللي كانت مكلفه بلا تي بي في 2012 سي بوليف. مي ولات ملي جا مولاي حفيد 2013 يعني ولات لا تي بي نضافت لا بي ام وعن طريق الوزاره ديال بوهدهود ديال لا بي ام وماروك بي ام، دونك عاد تكلف بها ماروك بي ام في 2013. من 2013 الى 2015 كان ان فوكس جروب، ديك الساعات عاوتاني كنا كنشتغل. مي ملي تلونسا انا تفاجات، انا فوكس جروب ناسيونال في اللجنه الوطنيه، وكنشوف بانه تلونسا اتصلوا بيا الاخوان تلونسا في فيسبوك، لا يعقل برنامج. حنا كنا كننتظروا على انه دار واحد لونسمون اوفيسيال، يجي رئيس الحكومه ولا الوزير مولاي حفيد العالمي، ويجيو مؤسسات ويجيو الصحافه وكذا شي وهذا، وتم اللونسمون ديال واحد البرنامج اللي كان كيهم واحد الملايين ديال الساكن. ولكن للاسف تلونسا في فيسبوك دار له جروب ديال الاوتو انتربرونور وتعطى له لي زافيش ولا هذا هو سميتو. وفي ديك الوقت انا قلت بانه راه خرج من الدار مايل. علاش؟ لانه اللونسمون ما كانش منتظر هذاك، لا عاد اراضيك الساعه التغطيه الصحيه كانت هو العنصر الاساسي ديالو، ما تلونساش بالتغطيه الصحيه.
عاد أرادك يعني في البداية بداو يصيفطوا للناس خلصوا الضرائب. دونك بزاف ديال العناصر ما خداوهاش بعين الاعتبار يعني كنا ناقشناها ولكن ما خداوهاش بها. حنا كنا طالبنا باش يكون واحد ديفيغي 2012 2013 طالبنا باش يكون ان ديفيغي واحد العامين على الاقل ولا عام يبدا هذاك لو جون ونشعره يعني مي قرب هذاك التال هذاك العام ولا عامين نقولوا له فوالا 3 شهور قبل صيفطوا له اشعار نقولوا له فوالا راه ابارتيغ من تال تال دات راه تبدا تخلص وهالنسبة ديالك وهالمسائل ديالك يكون واحد النوع ديال كاين اللي ما كانش كاع عارف انه خاصو يخلص الضريبه كاين جاوهم بلا اس ام اس اتصلوا بيا اخوان وهذا قلت لهم هي راه سي سيبر راه عندكم في ذيك الوقت كان كان 1% 1% 2% وكان 2% دونك ولكن بزاف ديال 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 الارتجالات في هاد البرامج هي اللي فشلاتها. ودابا ملي كنشوفوا دابا هذا انا مقاول ما نتوج ما كاين البيجي ديالو ماشي ما كاينش حتى في البيجي ديال الدوله ما كايناش كايناش في قانون الماليه 2023 غنجمعوا حنا من هنا من علاش هاد المقاولين المقاولين الصغار هادو رخاصين حتى لهاد الدرجه باش حنا غادي نجمعوا من هنا من هنا نص مليون نص مليار ديال الدرهم 500 مليون اللي خداها واحد مقاول واحد خداها وباش حنا نديروا لها حنا واحد المجموعه ديال حنا ما قبلناش هذاك الشيء يا اما يدير واحد البرنامج متكامل بحال انطلاقه ولو اننا ما كناش مستدعين ليه ولكن برنامج يعني متكامل فيت اقترحتوا نتوما شي برنامج فيت اقترحتوا على الحكومه شي برنامج احسن من هاد البرامج عده برامج اقترحنا اوكي تيني وكنا حطيناها في القوانين الماليه ندير 2017 2018 2019 يعني الى حدود 2020 لا كانت كوفيد وكنا بقينا عاوتاني في هادشي ديال الاغلاق وكنا درنا واحد الدراسه ميدانيه اللي لحد الان بقى الارقام ديالها كتداول يعني في ديك الوقت ثبتنا بانه حيت كانت الاخبار كتروج من هنا من هنا بان القطاع السياحي والقطاع سميتو القطاع السياحي والقطاع الصناعي هما اللي متضرين اكثر مي درنا دراسه ميدانيه ولقينا بانه القطاع اللي هو يعني ضر بزاف هو القطاع ديال الاقتصاد ديال الكوميرس متبوع بالسيرفيس وعاد الباتيمون وعاد القطاعات الاخرى يعني قطاع الصناعه يعني هو مكلاسي هو الخامس والقطاع ديال السياحه يعني مكلاسي هو السادس ولا السابع علاش لانه القطاعات خصت يعني الحساب العدد ديال الشركات اللي في هذاك القطاع. القطاع السياحي ما كاينش في مدينه في المدن ديال المغرب كامل مي القطاع ديال التجاره راه في المغرب كامل حتى في الجماعات القرويه والقرى وهذا كتلقى التجار. قطاع الخدمات كذلك يعني القطاع ديال الباتيمون ديال البناء عاوتاني متواجد في جميع الاقاليم والجهات الى اخره ولكن الصناعه التجاره راه كاينه غير في عند واحد الفئه معينه وعند الباترونا وعند في بعض المدن كبار. وهنا حنا عرفنا بانه علاش كيتسابقوا هذه المساله باش يكون الدعم ديال هذا اليوم وفعلا تعطى الدعم هذا الاكسجين اللي خرج في ذاك الوقت خرج لهذه الفئه. هل يعقل حنا غادي نخرجوا واحد القرض اكسجين هو تسميه ديالو عندها معنى حنا غنعطيو واحد النوع ديال الاكسجين لهذيك المقاوله اللي كتموت نوعي. غنشاركوا حنا مقاوله صغيره جدا مع مقاوله كبيره يعني في قيشي واحد بنكه واحده يعني في كريدي واحد يعني كريدي واحد تقدر انت تطلب 100000 درهم ولا 200000 درهم ولا اخر يطلب 20 مليون درهم 20 مليون درهم وكان التواصل ديالي كان مع ابنك يعني هادو يعني مديرين ديال
ديال المجموعه ديال لي جاجونس في المغرب قالوا لي بانه في ديك الوقت في البدايه بانه راه كنقبلوا راه في السياج ديالهم كيقبلوا غير الملفات ديال 20000 درهم 20 مليون درهم ديال الشركات الكبار، وهذا راه 10% من الشيف دافير. الوغ شوف شحال الشيف دافير ملايير. الوغ حنا هذاك البنكي ملي كيجي واحد المقاول كبير طالب 20 مليون درهم ولا 10 مليون درهم والاخر طالب 100000 درهم ولا 200000 درهم، هذا اللي محتاج واش غيخلي هذا ويعطي لهذا؟ دونك الملفات اللي كانت كتعطى في البدايه كلها ملفات كبار وقروض كبرى ما استفدوش منها، دخلنا وعاد بدات بعض كنقول بعض المقاولات الصغيره اللي ولاو كيقبلوا وجات تعليمات من عند الابناك المركزيه باش يمكن يقبلوا يعني هذوك القروض ديال المقاولات الصغيره جدا. وطلبنا من تمويلكم من لا سي سي جي في ديك الوقت على انهم يسيباريو لي كريدي هذه لا تي بي وهذه لا مويان لا غرون انتربريز. هي فاش جات لا غولونس في جوان دار كريدي غولونس تي بي بوحده والضمان غولونس بوحده. الضمان غولونس بالنسبه لي كريدي كبار وغولونس تي بي تبان لي لي تي بي لي كريدي صغار. اوكي دونك هنا كاين اشكال، لان حنا في ديك الوقت هذاك حنا ما شركوناش معاهم في الكوميتي دي في ايكونوميك في اللجنه اليقظه الاقتصاديه. صاحب جلاله طلب من الحكومه تشكيل يعني هيئه اللجنه ديال اليقظه الاقتصاديه كوميتي دو في ايكونوميك اللي استدعى لهذوك المعنيين بالامر قصا الكونفدراليه، وتم اتصال بينا من طرف الاعلاميين علاش نتوما ما حاضرينش علاش ما عارفينش. وهنا تما بدات يعني كيركبوا على هذاك الشيء على هذاك الشيء. هذاك كاينه بعض الجهات ما نقولش كلش ولكن استغلوا هذه المساله، يعني المكاتب ديال الباترونا بواحد الجهات استغلوا هذه المساله انخرط معنا وتاخذ اكسجين. اتصلوا بيا اخوان وقالوا لي هل يعقل وهل واش هذا الشيء قانوني؟ غير قانوني ما عندهاش علاقه ب كريدي اكسجين ولا كريدي غولونس ولا هذا، يعني عنده علاقه ما بين البنكي والمقاول. تيني تهضرتي على واحد القضيه جوبونسي هادي نيت ديال لا سي ان اس اس ديال انه كانوا يكونوا عندهم امتيازات غير كنظن ان لا سي ان اس اس و سي جي ام كانت دارت واحد الاتفاق بيناتهم وكانوا فيه امتيازات اللي غادي تعطى غير المنخرطين ديال الناس ديال لا سي جي ام. بزاف ديال كنا اجتمعنا مع المدير العام ديال مصلحه الضرائب السي عمر فرج اللي كنشكروه بهذه المناسبه، يعني كان بغى يشتغل معنا وفعلا درنا معاه عده اجتماعات وكنا طلبنا منه على اساس انه يعني عندنا بزاف المشاكل في جهاته وفي الاقاليم، وقلنا له لا يعقل لانه نبقاو اشاك فوا نجيو لعندك الرباط باش نحلوا المشاكل. طلبنا باش يعني المشاكل اللي هي نقدروا عليها في الجهات نقدروا نحلوها مع المديرين الجهويين ديال مصلحه الضرائب، والمشاكل اللي هي صعيبه نقدروا نجيو للمركز ونناقشوها ونخفف العيب على 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 لا علينا حنا ولا على المركز. وكان التجاوب يعني تم مراسلات جميع الـ 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 يعني المديرين الجهويين وتعطات لهم لادريس ولي كوردوني ديال المندوبين الجهويين ديالنا ديال الكونفدرالية، وتم الاجتماع ديالهم مع بعضياتهم يعني في الجهات، وكنا طالبنا عاوتاني باش هذوك الشباب اللي ولا المقاولين اللي عندهم ديون يعني في الضرائب كتمنعهم هذوك التاخر كيمنعهم من يشاركوا في لي مارشي. علاش؟ لانه في لي مارشي بوبليك في الصفقات كيطلبوا لك لاتيستاسيون فيسكال الشهاده ديال الضريبه بانها مخلص الضرائب ديالك. دونك طو انك عندك انت دي يعني عندك واحد دي كريدي
مع الضريبه ما مخلصاش، دونك كتكون محروم ديك الشهاده اوتوماتيكمون كتكون محروم من باش تشارك في لي مارشي. طلبنا منه بانه كنقولوا له بعض المقاولين راه كيدوزوا بعض المرات في شي مراحل اللي كما كنقولوا هذه جفاف، هذا ازمه، هذه هذا، وديك الشيء الديون كتبقى كيبقاو هازينها وكيوليو انهم ما قادرينش انه يشدوا دي مارشي باش يخلصوا عليهم الديون. طلبنا منه باش تعطى الشواهد لهذه الفئه على اساس انه داخل العام ولا عامين يصفيو لي كريدي ديالهم. وفعلا كان تجاوب وتعطاو شواهد في ديك الوقت، تعطاو شواهد لشباب ومقاولين اللي كان عليهم دي كريدي باش يشاركوا، وعلى اساس انه كدار واحد تعهد من طرف هذاك المقاول قبل ما ياخذ ديك الشهاده على اساس انه ياخذ المارشي خصو يجي يخلص يخلص المسائل. وكانت تسهيلات، كنا غادي بعيد في الـ في الـ في الـ في لا فاكتور نيميريك، كنا يعني كنناقشوا على انه واش من قطاع اللي نقدروا نطبقوا فيه هذيك المساله. كان الاقتراح في القطاع ديال البناء، نبداو نطبقوا بشويه لا فاكتور نيميريك، وكنا غادي نمشيو بعيد. وكانت واحد الجمله باقي كنتذكرها، قالها لي هكا بصريح العباره، قال لي بغيتوا الضريبات تنزل؟ قال لي ديجا الضريبه انا كنعرفها طالعه بزاف بالنسبه له. قال لي انا بيدي ما نقدرش ننشا مقاوله في الظروف هذه بصراحه. قال لي بغيتوا تنزلوا الضريبه؟ قلت له نعم. قال لي خص كل شيء يدوز لاكيس، يعني كل شيء، محامين، اطباء، كل شيء خصو يدوز لاكيس. راه كتلقى واحد الهيئه ما بلا ما نجبد الاسماء كتلقاه كيدخل مليون فرنك في النهار، ولكن يمشي ديكلاري كيدكر ديكلاري 500 الف فرنك ولا مليون فرنك في العام. وسير هو علاش تم الضغط عليه وطلب الاستقاله؟ لانه هذه المساله هذه فهمتيني شكون اللي كي يعني يستافد منها؟ واحد الهيئات عاوتاني كما كنقولوا معين. دونك الا دوزنا كلشي لاكاس راه الدوله غيكون عندها مداخل كبيره ونقدروا نهبطوا من الضرائب، حيت دابا حاليا الضرائب طالعه بزاف على المقاولات سورتو الصغيره جدا والصغرى المتوسطه، ودابا حنا كنشوفوا انه الضوبلات من 10 ل 20%، وهذا ما يمكنلوش يستمر، يستحيل يستمر. كيبقى دابا غير الخط المخاطب، المخاطب شويه متعنت الحكومه شويه، هذه الحكومه هذه يعني ما كتواصلش نهائيا. وكان نحس الحظ بعد اللقاءات مع شي مع واحد مع الوزيرة المالية، ولقاء كان سبقه واحد المؤتمر، ودابا كنتواصلوا على أساس أنه ننظموا واحد اللقاء الشيء مع رسمي عاوتاني مع الأطراف المعنية ولكبر يعني المدير مصلحة الضرائب، المدير ديال التمويلكم إلى آخره، والعناصر ديال المجلس الإداري ديال الكونفدرالية، باش نناقشوا هاد الملفات اللي هي ولات آنية ونكملوا على دابا. المشكل اللي تطرحنا هو أنه ملي تبدلت الحكومة، الحكومة هذه فحال لغات جميع الالتزامات ديالنا وجميع الملفات اللي كنا فاتحينها واللي كنا خادمين فيها عامين 3 سنين مع الحكومة اللي فاتت. يعني خاصكم دابا تبداو أ زيرو. تبداو أ زيرو، وهذا هو المشكل اللي كاين في يعني في المغرب، هو أنه ما كاينش استمرار الإدارة مع الحكومات ولا مع الوزراء. خصك أشاك فوا تبدل الوزارة ولا تبدل الحكومة خصك تبدا أ زيرو. حنا ما قبلناش. كيفاش هذاك العمل اللي درناه مع مصلحة الضرائب، عمل مدة طويلة، كاين عندنا عمل كبير مع وزارة التجهيز، يعني فيما يخص التصنيف ديال المقاولات، فيما يخص يعني بزاف ديال الأمور، وعدة يعني يعني مع وزارة الصناعة والتجارة، مع عدة وزراء ومؤسسات مع رئاسة الحكومة. وغادي نوليو حنا نبداو أزيرو عاوتاني من البداية. ما قبلناش
وخلينا الامور اون ستاند باي مع رئاسه الحكومه يعني نهار اللي تقبل الملفات. وحنا مأكدين ان المستشارين ديال رئيس الحكومه السابق اكدوا لنا بانه في الوقت ديال لاباساسيون ما بين رئيس الحكومه السابق سي العثماني وسي اخنوش الحالي يعني كانت الباساسيون تاد الملفات ديالنا. ولكن مع ذلك عجيب والحوايج اللي كنكونوا كنهضروا نيت بيناتنا حنا الشباب المقاولين هو انه ملي كتبدا المقاوله كتحس براسك ديما منعزل بوحديتك وكانك فهمتي كتقاتل غير مع راسك. وملي كنشوف التجربه ديالك انت مع لي كلوب وكيفاش انه دابا كبرات الكونفدراليه اكسيتيرا باغي نعرف علاش ما كاينش واحد العمل نقابي بالنسبه للشباب المقاولين. علاش مثلا اطباء او المحامين او لا اون فوا كيدخلوا للعالم بروفيسيونيل ديريكتومون عندهم مثلا اطباء لوغ ديال لي ميدسان اخرين هيئات المحاماه علاش المقاولين ما كاينش مثلا كاينش واحد الحاجه اللي اوتوماتيكمون انا مع مثلا الكونفدراليه المغربيه ديال المقاولات الصغرى؟ علاش؟ لانه المقاولات الصغيره جدا صغرى متوسطه يعني فيها يعني دي سيكتور بزاف يعني راه كتمشي من التجاره لي سيرفيس يعني لي سيرفيس عاوتاني يعني الاعداد ديال لي سيرفيس التجاره كذلك يعني الصناعه الغذائيه الى اخره. هذوك الهيئات اطباء والمحامون الى اخره والصيادله وكذا عندهم لي زورد ديالهم يعني عندهم واحد كما كنقولوا حنا يعني واحد المهنه مقابل ديالها واحد لورد وهذاك لورد يعني كيكون سيتي لوا قانون يعني منظمو سيلون لاكتيفيتي فوالا منظمو لورد ديالهم هكيفاش يعني مسائل مقننه. حنا سي تري ديفيسيل صعيب جدا على انه في الدومين ديالنا نقنوها يعني واحد المقاول يدير مقاوله ديالو يدخل لهاد الهيئه. عاد كاينه هاد الهيئات كاينه كثرت الهيئات وكل وحده كتبغي تقول بانه هي احسن من الاخرى وهذا كيخلي هاد التشتت كيخلي يعني هذاك المقاول كيعيش ديك الحيره فين غينخرط مع هذا الاخر كيسمع هاد الهضره الاخر كيقول له لا ما تمشيش لهادي مشي ما تمشي لهادي الى اخره. ثاني حاجه ولا ثالث حاجه ملي كيلتجا لواحد الهيئه ما كيلقاش داكشي اللي بغا وهو كينتظر انه الدعم ولكن العكس هو الصحيح. كيخصو يساهم كيخصو يناضل كيخصو هو يفيد عاد يستفيد. ما يمكنش واحد الهيئه يعني من المقاولين في حاله يعني تبقى تعطي الور خصهم هاد الشباب يغديو هاد الهيئات اللي متواجده حاليا وما يطلبوش كثار من اللي كيعطيو. دونك خصنا تكون عندنا هاد الرغبه ديال اننا نناضلو وعلى اننا يعني نكافحوا باش نحققوا وباش ننتزعوا الحقوق ديالنا. ما يمكنش يجي الكونفدراليه وغيستافد يمشي بحاله. هاد المفهوم هذا خطأ في اي هيئه. دونك خصو يجي ويساهم الا ما ساهمش ونيفو ناسيونال خصو يساهم في المكتب المحلي ديالو. ما يمكنش الكونفدراليه تجي لعندو حتى المدينه ديالو يعني في الجنوب ولا في الشمال باش تنظم له وتخدم له. لا يعني هو خصو ينظم راسو وعاد مع بعضياتهم نشوفوا المتطلبات ديالو شنو لي بزوان ديالهم حيت كل جهه كل مدينه عندها الخصوصيات ديالها. دونك مي غادي نشوفوا لي بزوان ديالهم هو راه غيرفع يعني المكتب ديالو راه غيرفع على المكتب الوطني ورئيس المكتب كيكون اوتوماتيكمون حاضر في المجلس الاداري
النهار اللي كيتعين اوتوماتيكمون كيدخل للمجلس الاداري. المجلس الاداري ماشي كيكون منتخب، يعني المكتب اللي كيكون منتخب، ولكن المجلس الاداري راه كيضم المكتب والمندوبين الجهويين ورؤساء المكاتب ورؤساء اللجان الوطنيه. دونك هذاك المكتب واخا يتشكل يعني تغدى، يعني هذاك الرئيس ديالو اوتوماتيكمون كيبقى يحضر في الاجتماعات مع المجلس الاداري. دونك هي عنده الحق، هو عنده الحق على انه، ولا هي عندهم الحق انه يطالبوا الكونفدراليه بهذه المساله. والمساله حنا علينا ديك الوقت على انه يعني نساعدوهم بزاف المسائل. بار اكزومبل بعض المكاتب كنا بدينا بالمكاتب يلاه في ديسمبر 2019 جانفي فيفري، المهم ديك الوقت يلاه بدينا، يلاه قررنا في المؤتمر ديال التاسيس ديال المكاتب المحليه ديال اكتوبر 2019. يلاه بدينا في ديسمبر جانفي وفيفري بدينا التاسيس ديال المكاتب. جات كوفيد منعونا من الاجتماعات، دونك كانت منعو كان الحظر كان سميتو منع الاجتماعات. دونك كان المكاتب اللي كانوا سرعوا شي كداو 30 35 اما 37 اللي كنتذكر ديال المكاتب اللي داروا هادو مباشره مورا كوفيد بداو كينضموا، ملي بداو يسمحوا لهم بتنظيم ديال اللقاءات والاجتماعات ولاو كي طالبونا باش يبداو يديروا اللقاءات نسميوهم حنا لي بوز كافي. كل اسبوع كيصادفوا مسؤول يا اما ديال مصلحه الضرائب، يا اما ديال لا سي ان اس اس، يا اما ديال ماروك بي ام، يا اما ديال فينيا، يا اما ديال تمويلكم كانت لا سي سي جي الى اخره، باش كيصادفوا. حنا علينا اننا كنتصلوا بهاد المؤسسات باش كنطلبوهم، وهم عليهم المكتب المحلي انه ينظم يعني لا لوجيستيك والتنظيم المحلي، وكيكون ديك الساعه التعاون يعني ما بين الكونفدراليه والمكتب كيسهل علينا اننا نديروا هاد الانشطه ونعطيو لي زانفورماسيون. كنا بدينا بالانفورماسيون حيت هاد الشباب كنلقاوهم بانه اغلبيتهم ما عندهمش لانفورماسيون كامله، كيعرفش شنو هي فينيا، بانه تقدر تعطيه دي كوسيون على لي مارشي، تسلفوا لي كوسيون مويانمون 2%، تقدر تعطيه لافونس سور لو مارشي، تقدر تمشي حتى ل 70% ولا 75% على المارشي الا خداه وما عندوش التمويل باش الاخر الى اخره. كاينه التمويلكم يعني مجموعه ديال القروض اللي كتضمنها ويعني والنسبه ديال الضمان والشروط الى اخره. كاينه سميتو ماروك بي ام، يعني هذه كتهتم بالدعم اللي كيتعطى للمقاولات خصوصا الصناعيه الى اخره. دونك هادو كنا بدينا كان نظموا هذه المساله. كيبقى غير التطبيق ديال هذا الشيء. هذا دابا كنلقاو بانه فينيا يخدم ماروك بي ام ها التمويلكم لام دو اكسيترا، ولكن ملي كيمشيو الشباب لهاد بعض الهيئات الهيئات كيلقاوش المخاطر، حتى في لي سيت انترنيت ديالهم سون ديكالي. يعني كيفاش حنا في عهد الرقمنه وكتلقى السيت ديال الهيئه يعني ما فيش المعلومات الكافيه. يعني انت مقاول خلقتي مقاوله، اول حاجه قبل ما ديبلاصا راه تقدر تاخذ معلومات غير من الموقع ديال المؤسسه. دونك هاد المساله هذه ديال الرقمنه باقي ما خدمناش فيها بزاف، وهذه غتقدر تسهل علينا بزاف ديال الامور. دابا بلي مارشي واكسترا وهذا نقصت هذيك المساله ديال الرشوه والتعامل مع الافراد، يعني ولات الامور يعني كتقدر تسوميسيوني في المارشي وتاخذ المارشي وانت يعني في البيرو ديالك يعني بالانترنيت، يعني تقدر يعني ما بقاش هذاك التعامل بزاف مع العنصر البشري، وهذا نقص هذيك المساله ديال الرشوه والزبونيه الى اخره. وي كيفاش قدرت نخرط مع مثلا الكونفدراليه، ومثلا اللي كينخرط مثلا كشركه صغيره جدا، شنو غيكون الدور ديالك؟
الانخراط كيكون عبر السيت انترنت يعني في الموقع ديال الكونفدرالية www.tp-26pme.org تلقى في الصفحة الأولى لا بارتي ديال بري اديزيون سميوها حنا بري اديزيون يعني يلاه يعني الطلب ديالك كتحطو الانخراط كيتكليكي كيخرج لك واحد الفورميلير واحد المطبوع كتعمرو المعلومات ديالك وديال الشركة وديال الادريس ديال المدينة والجهة إلى آخره وكيتم الإرسال ديالو. كنا قبل كوفيد كان يعني يعني صادقنا على في 2019 على النسبة ديال الانخراط يعني التأدية ديال النسبة حيث كنا كان الجفاف وكانت الأزمة وكانوا تشكاونا بعض مجموعة ديال الإخوان وكنا درنا واحد العامين ديال الديفاري يعني ما يخلصوش هذيك ليكوتيزاسيون في عامين 2017-2019. في المؤتمر 2019 قررنا باش يعني نعيدوا الانخراطات وجب الانخراط لأن الكونفدرالية كتحتاج يعني الإمكانيات المادية باش يمكن لها حتى هي تشتغل وكنا نقصنا من القيمة الانخراطات. جات كورونا عاوتاني جيني الغينا عاوتاني يعني وقفناها إلى المؤتمر إلى حدود المؤتمر الخامس اللي غادي ينعقد في أكتوبر عاد يمكن المؤتمر يبت في المسألة ديال الانخراطات. ملي كينخرط كتجي يعني هذاك الانخراط ديالو كتجي لو سيت ومن تما كيتحول للمدينة ديالو المكتب فين كاين فين كيتواجد ديالو كترونسفيرا ديريكتومون للمدينة فين كيتواجد هو والمكتب اللي كاين تما. هذا الا كان مكتب ديجا متواجد. كان ما متواجدش كينضاف للمجموعه ديال الاخوان وكنطالبهم باش يشكلوا المكتب ديالهم. دونك عليه هذيك الساعات انه الا كان هذاك المكتب كاين كيلتحق بهم وكيحاول انه يندمج معهم ويخدم معهم والا ما كانش كعليه على انه مع المجموعه ديالو يشكلوا المكتب ديالو. دونك حنا ما كندخلوش في التاسيس ديال المكتب. حنا كنواكبوهم يعني عن طريق انه كنطلبوا منهم يديروا لجنة تحضيريه وكنعطيوهم لي ستاتيو كنعطيوهم المسائل يعني المسائل اللي يقدروا يحتاجوا كامله وعليهم انهم يديروا التاسيس ويحطوا الملفات ديالهم عند السلطه في المدينه ديالهم ينفوا يتاسس المكتب. حنا ديك الساعات كيبقى كما قلت لك هذاك الرئيس هو يعني المخاطب مع الكونفدرالية كيكون هو عضو كيلتحق بالمجلس الإداري وكيولي حتى هو كنتشتشروا معاه في يعني في حال دابا القوانين المالية إلى آخره كنطالبوهم يعني بمجموعة المسائل اللي مجموعة الهيئات كيطلبوها منا حتى هما كنلتجؤوا لهم باش كناخذوا من عندهم لي زانفورماسيون من ناحيه المشاكل ولا من ناحيه ديال 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 بحال دابا هادو لي كريدي انطلاقه مجموعه ديال لي زيتود ديال الجامعات كتوقف علينا في لي زيتود في البحوث ديال الدكتوراه ولا ديال بزاف ديال البحوث المراكز الدوليه الاتحاد الاوروبي المؤسسات الدوليه كتلتجئ لينا باش كنقدروا نعطيهم معلومات يعني ديال وحنا بيدنا كنديروا دراسات اوكي يعني ميدانيه باش كيمكننا يعني يعني كما كنقولوا حنا ما يبقاش هذاك الجانب الواحد هو اللي كيعطي الارقام وحنا كنعرفوا ديك الارقام بنيه على كما قلنا في الاول مغالطات وماشي في الصالح ما كتولي ماشي في الصالح ديال المقاوله الصغيره وي. من بعد ما هضرنا على كاع هاد المشاكل ديال المقاولات كتظن انه خصوصا انه كاينه دابا موجه ديال المقاول باش دير الفلوس المسائل كتظن انه واش مزيان اننا نشجعوا الشباب انهم يديروا المقاوله بيان سيو. لا حنا باقي ما وصلنا هي دابا مقارنه مع الماضي انا دابا عشت هاد شي وقيلة شي حاجة فوالا كداو 30 عام ديال 34 ولا 35 عام ديال هاد المسار ولكن كيبقى دائما يعني الحلم
المغربي الحلم ديال الشاب هو انه يدير مقاوله ديالو. وهذا الحلم كبير في واحد الوقت اللي كان صعيب تحققه، دابا ممكن. غير دابا شنو كيبقى الشاب كاين عليه، كنقولها انا انه الشاب خصو 70% المقاوله ديالو 30% العمل الجماعي ديالو. راه ما يمكنلكش يعني تكونساكرا 100% المقاولات ديالك ويجي واحد النهار تقول اه ما داروا لي والو ما داروا لي والو. نو خص على الاقل يخصص 30% من الوقت ديالو والامكانيات ديالو الى اخره للهيئه ديالو، سواء الكونفدراليه ولا هيئات اخرى. انا ما كنقولوش ضروري يجي للكونفدراليه، ولكن الا كنا هكذا 7 المليون منخرطين في الهيئات راه يكون عندنا امبو. اوكي، كاين المشكل اللي كيتطرح هو انه كاين العزوف بحال الاحزاب، كل ما هو سياسي جمعوي كاين العزوف على الجمعيات، وكيعتبروا على انه حنا عندنا الارقام ديال الوزراء وديال المسؤولين وهذا حنا كنستافدوا. ما يمكن لك تستافد وتطلب من عند واحد المسؤول كبير وتعرضوا انت في نفس الوقت تعرضوا وتجلس مع عينك في عينو، امبوسيبل تطلب منه شي حاجه. الا طلبتي منه شي حاجه سيستقل وسير بحالك. اوكي، حيت ما غيبقاش عندك هذيك القدره انك تعرضه وتطلب منه يعني وتدافع على الاخر ديالك، كتولي بحال لا فعلا كتولي راه معروفه. الور هاد الفكره خاطئه. اوكي، مع العلم انه كاينه بعض الهيئات تشكلوا والمسؤولين ديالهم دغيا كان الهدف ديالهم على انهم خصهم يديروا شي حاجه داروها مشاو بحال دونك. هذوك خلى هذيك الاخوان اللي كانوا ناضلوا معاهم واللي كانوا تاقوا بهم وهذا على انهم ما يبقاوش يثقوا ابر. وتيني هذا حنا عشنا برا وشفنا يعني التجارب، يعني كاينه حتى برا نفس المساله، يعني ماشي كلشي، يعني كما كنقولوا ماشي كلشي كلين 100%، ماشي كلشي نظيف 100%، يعني كاينه الفرق. ولكن كيبقى الانسان خصو يبادر، ما يمكنش يتلونسا كما كنقول يعني هذاك المقاول كيدير المقاوله ديالو، ولكن شكون اللي غيدافع عليه غدا ولا شكون اللي غيحميك؟ هذاك العميل الا دخل الشركه ولا هذا راه ينتمي للنقابه معينه، دونك النقابه غدافع عليه. هذاك الميدسان غينتمي للاوردر ديال الميدسان، فارماسيان كذلك، لافوكا كذلك الى اخره، ولكن انت مقاول تبقى عايش بوحدك. ضروري خص يكون عندك واحد الهيئه اللي تقدر حتى هي تدافع عليك. يمكن ما تحققش ديك الشيء هذا العام، ولكن الانسان راه ما خصوش طو انه في الدومين، راه خصو دائما ينتظر. حنا قلت لك دابا هذا الشيء ديال الكوطا ديال 20% راه من 95 حنا كنناضلوا فيها، شو حتى 2013 مجموعه المسائل. دونك ماشي ضروري غنستافد منا انا، يقدروا يستافدوا منا اخرين اللي جايين. ايوا، ولكن انا راه استفدت بزاف د الحوايج اخرين اللي تسهلات، اللي القوانين اللي خرجات واستفدنا منها الى اخره. يعني كتخدم يعني اون باراليل في بزاف ديال 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 المسائل. المشكل اللي كيتطرح هو انه المقاول كيكون عنده مشكل في التمويل، كيكونسونطري كلشي ديالو في التمويل. ولكن ملي كيتعطى له التمويل كيبقى عنده مشكل اخر هو ديال لي كوموند. فانوما ها هو دار المقاوله شرا لي ماتيريال، وهذه كيبقى عاوتاني فين هما لي كوموند الى اخره. المقاول خصو على الاقل يشتغل في يعني اون باراليل. المشكل ديال التمويل عندك دابا ماشي هو يعني العنصر الاساسي 100%. راه تقدر ديكروشي ان كوموند وهذاك الفورنيسور ديالك يقدر يعطيك الماتريال وتيكزيكوتي هذيك لا كوموند وتربح وانت ما درتي لا كريدي لا والو. كتسمى كريدي فورنيسور، يعني جاري به العمل وسيرو. تقدر تشد انت ان كوموند وتسوتريتيها، ولكن كيبقى دائما هذاك المقاول عنده المشكل المادي يعني هو اللي مسيطر.
علاش؟ لانه كاين النقص يعني بزاف كما قلنا احنا، يعني 1% من هاد المقاولين اللي كي يقدر يلجا للتمويل البنكي، اللي عنده الحق في لاكسي او فينونسمون بنكي، و 99% ما كيوصلوش ولا ما كيتوفقوش. دونك هنا هذا كيخلي انه المنافسه كتكون شديده على التمويل، وكيكون دائما هذاك المقاول عنده الهاجس كبير ديال التمويل، ما كيفكرش في لي كوموند، ما كيفكرش في الفونسيير، غدا ولا بعدو غيتزير في ديك الفونسيير ولا غيتزير في لاخور، خصو الفونسيير اللي هو ادابتي، دخل كوموند كبيره ولا خدا فين غيخدم. كاين كنعرف اخوان اللي عندهم مشكل في الاحياء، عنده مشكل كبير في الاحياء، وكاين اللي مشغلين في ظروف ماشي هي هذيك. والحادثه ديال المعمل ديال كونفيكسيون طنجه يعني خير دليل. هذاك ماشي قطع غير مهيكل، هذاك راه مهيكل ولكن راه بروجيت كوميرس ديالو كلشي ديالو، ولكن خدام في ظروف غير دونك علاش؟ لانه اوروزمون ولا مالوروزمون موراها دارت منطقه تما السلطات، يعني جمعتهم ودارت لهم منطقه خاصه، يعني محلات مهنيه، يعني في ظروف على الاقل ما بقاتش يعني في ديك يعني، وفي مدن اخرى حتى هي بالدار البيضاء ومدن اخرى اللي كاين فيها الكونفيكسيون بزاف. وي 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 سي عبد الله، شكرا بزاف، استفدت منك بزاف اليوم، ونتمنى هذه الحلقه تخليني بنادم انه يفكر في العمل النقابي اللي عندنا فيه اشكال كبير في المغرب. وشكرا لكاع الناس اللي مازال كتفرجوا فينا، نتلاقاو في حلقه جديده من الحلم المغربي. السلام عليكم.